مساء الخير، أهلا وسهلا بحضراتكم. استحقاق دستوري مهم هتشهده مصر في الفترة المقبلة بإذن الله، حدث في غاية الأهمية وفي وقت حاسم ودقيق من عمر مصر، هو الاستحقاق الدستوري الانتخابات الرئاسية 2024. النهاردة نظمت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمر صحفي أعلنت فيه عن كل التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. قبل ما نستعرض مع حضراتكم تفاصيل ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، في رسالة مهمة الحقيقة لازم كلنا يكون عندنا وعي بها. احنا محتاجين الفترة اللي جاية بإذن الله تعالى اصطفاف كبير من أبناء مصر الوعيين، محتاجين نكون على قلب رجل واحد، لازم نكون مدركين للواقع الداخلي والخارجي، يكون عندنا وعي لألاعيب أهل الشر. على الضفة الأخرى من الاصطفاف الوطني المنشود بإذن الله تعالى هنلاقي المتربصين والماكرين وهنلاقي الحاقدين. ده بيجي في وقت غيرنا بيعاني فيه من الفرقة والانقسام والاقتتال وحتى مواجهة الطبيعة الثائرة، ولكن بلدنا صامدة متماسكة آمنة بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وبجهد أبنائها وبوعي شعبها وكمان بإدراكنا لحجم المخاطر سواء في محيطنا الإقليمي وكمان التحديات الدولية. حفظ الله مصر، أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من مصر. النهاردة أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الكامل لهذا الاستحقاق الدستوري المهم وهو الانتخابات الرئاسية. بدأت العجلة، الكل بينتظر هذه الانتخابات الرئاسية في تأكيد واضح وجلي لا يحتمل أي لبس من الهيئة الوطنية بأنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين أيا كان هؤلاء المرشحين، أيا كان عدد هؤلاء المرشحين. هذه الهيئة الموقرة، الهيئة القضائية المستقلة، بتعلن أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع. الهيئة كمان بتؤكد على شيء مهم جدا وضروري جدا أن نعيه، وهو الإشراف القضائي الكامل، وحط تحت دي مش أقول خط، لا 100 خط، لأن هيكون كالعادة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كما شهدناها وحتى في الانتخابات البرلمانية بنجد قاضي على كل صندوق، في كل صندوق، في كل لجنة فرعية بتلاقي قاضي على كل صندوق. إذن هذا إشراف كامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة بكافة تفاصيلها. لو بصينا للجدول من أول يوم وحتى آخر يوم في إعلان النتيجة النهائية هتجد أنها تحت الإشراف والضمانة القضائية الكاملة زي ما تم النهاردة إعلانه في هذا المؤتمر الصحفي الحقيقة اللي ما كانش بس فيه اهتمام مصري ولكن كمان اهتمام عالمي. وفقا لما أعلنته الهيئة اليوم حابين النهاردة نشرح ونبسط الموضوع كده لحضراتكم. الهيئة بتتلقى طلبات الترشيح يوميا من 9 صباحا ل5 مساء في الفترة من 5 أكتوبر اللي جاي بإذن الله حتى يوم 14 أكتوبر. كل واحد بيرى في نفسه القدرة على الترشح والنية للترشح هيتقدم بأوراقه المطلوبة من يوم 5 أكتوبر ل14 أكتوبر وفقا للمحددات أو للشرطات اللي كانت الهيئة أعلنتها من أيام. واليوم الأخير اللي هو يوم 14 أكتوبر العمل فيها ينتهي الساعة 2 الظهر، بعد كده هيتم إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم، وهتنشر هذه القائمة المبدئية في صحيفة الأخبار وفي صحيفة الجمهورية يوم 16 أكتوبر، يعني بعد يومين اتنين من غلق باب تلقي الطلبات. ثم هيكون في فرصة لتلقي اعتراضات المرشحين، هتبقى دي أيام 17 و18 أكتوبر. بعد كده هيتم فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات اللي كانت قدمت أيام 17 و18 هيتم الفصل فيها في أيام 19 إلى يوم 21 أكتوبر زي ما حضراتكم شايفين. اللي بعده، الهيئة الوطنية هتتلقى الطعون على قرارات اللجان العامة من يوم 14 ديسمبر، هيتم البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة
في 15 و16 ديسمبر. طبعا هيكون طبعا في اعلان النتيجه ونشرها بالجريده الرسميه يوم 18 ديسمبر، وهيتم استئناف الدعايه الانتخابيه بجوله الاعاده وتقديم الطعون في وقدها في جدول المحكمه الاداريه العليا يوم 19 ديسمبر. دي المواعيد الاجرائيه الخاصه بالتقديم، تقديم الطلبات، الطعون على القائمه المبدئيه وهكذا. في فكرة طبعا الحملات الانتخابية هتجرى جولات الإعادة في الخارج من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة أيام 5 و6 و7 يناير. ده فيما يتعلق بجولة الإعادة في المرحلة الأولى. اللي بعده، هتوقف الحملة الانتخابية وهتبدأ فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الداخل يوم 7 يناير. هتجرى انتخابات الإعادة في الداخل من 9 صباحا وحتى 9 مساء أيام 8 و9 و10 يناير، ثم انتهاء عمليات الفرز وتسليم المحاضر إلى اللجان العامة وصدور قرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات، وهيتم إعلان الحصر العددي للأصوات يوم 11 يناير. الهيئة الوطنية للانتخابات هتتلقى الطعون على قرارات اللجان العامة في 12 يناير، هتبت في الطعون المقدمة 13 و14 يناير، وهيتم إعلان نتيجة الانتخابات النهائية يوم 16 يناير. طيب لو جينا بصينا كده على برضو مواعيد تانية مهمة جدا لازم نقف فيها مع حضراتكم. بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج هتكون ان شاء الله 1 و2 و3 ديسمبر زي ما قلنا لحضراتكم من 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء. هتتوقف الدعاية في الخارج من الساعة 12 صباح يوم 8 ديسمبر. الانتخابات في الداخل هتكون ايام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر، وهيكون ميعاد الاقتراع بين 9 صباحا وحتى 9 مساء. بعد كده طبعا هيتم تلقي الطعون يوم 14 ديسمبر والبت فيها 15 و16 ديسمبر. بعد كده استئناف الدعاية الانتخابية في جولة الإعادة لو في جولة إعادة، وهتقدم الطعون وتقيد بجداول المحكمة يوم 19. المحكمة طبعا هتفصل فيها في هذه الطعون، وهينشر نتيجة هذه الطعون في صحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر خلال فترة من 21 وحتى 30 ديسمبر. وطبعا زي ما قلنا لحضراتكم بقى في النهاية هيكون إعلان النتيجة النهائية للانتخابات يوم 16 يناير. ده الجدول الزمني كده بكل بساطة مع حضراتكم، وفيها الحقيقة بيبان ان في كل مرحلة من المراحل في إشراف قضائي، في ضمانة مهمة جدا بتتم من الهيئة الوطنية للانتخابات في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية. كنا في البداية بنقول لحضراتكم يعني في مقدمة الحلقة ان احنا محتاجين وعي. ليه بنقول ده؟ لان الحقيقة من اول ما الهيئة الوطنية للانتخابات عملت مؤتمر صحفي من ايام وقالت ان احنا هنبدأ وان هيتم يوم الاثنين على النهاردة اعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، وقتها من ايام كانوا بيقولوا الاشتراطات الخاصة بالترشح والاوراق المطلوبة والمستندات المطلوبة، والحقيقة من يومها بدأ يبقى فيه بدري كده زي ما بيقولوا يعني جماعة بتوع الشر واهل الشر بدأوا بسرعة يشغلوا اللجان بتاعتهم عشان اي محاولة للتشكيك في العملية الانتخابية حتى قبل ما تبدأ، حتى قبل ما يتقال ايام الانتخابات هتبقى ايه، حتى قبل ما يتقال ايه الاجراءات اللي هتتم. من بدري حاولوا ان هم يشككوا، زي الكام بوست اللي اللجان الاخوانيه بدات تطلعها خلال الساعات اللي فاتت، يعني زي ما بيقولوا كده انا اسف واسمحوا لي يعني في التعبير الاسطوانه المشروخه اللي بنسمعها في اي شيء في اي وقت. تلاقي مثلا ادي تبع اللجان، بص حضراتكم نرجع تاني لشغل اللجان بتاع زمان، تبص تلاقي اسم حساب ملوش اي معنى، يعني الشخص او محدش معروف مين هو يبتدي يكتب كلمتين، وهتلاقي الكلام ده مكرر في حسابات مختلفة عن بعضها. يعني هتلاقي ادي مثلا حساب اسمه دمياط على النت بيقول لحضرتك انا رحت اجدد البطاقة قالوا لي انت متوفي من سنة اعمل ايه، بزمة ده كلام. طيب اللي بعده خالد بن محمد بيقول انا رحت اجدد البطاقة قالوا لي انت متوفي من سنة اعمل ايه، طب ده كلام. طيب اللي بعده انت معانا ولا مع الناس التانيين، ده اسم حساب عبد الله علام
بيقول انا رحت اجدد البطاقه قالوا لي انت متوفي من سنه، اعمل ايه؟ طب يا جماعه غيره، طب اي حد يكتب اي حاجه تانية، يحط حرف زياده، يحط اي حاجه مختلفه يعني. ولكن نفس الكلام، نفس الكلام من حسابات كلها حسابات وهميه. ادي برضو انا رحت اجدد البطاقه قالوا لي انت متوفي من سنه، اعمل ايه؟ في تاني اهو، ادي برضو حساب تاني بيقول لك انا رحت اجدد البطاقه قالوا لي انت متوفي من سنه، اعمل ايه؟ يا جماعه يا ريت بس التجديد شويه، يعني يكون في شيء جديد ممكن حضراتكم تقولوه. حتى لو عندك رأي أو معترض اتفضل قول اللي حضرتك عايز تقوله، عندك ملاحظة قول اللي انت عايز تقولها، إنما ده مش شغل اعتراض ولا حاجة، ده شغل لجان. وشغل الحقيقة أصبح قديم جدا جدا جدا، ولكن يبدو أنهم لسه متوقفين عند المرحلة دي. فالحقيقة واحد من الناس بيقولك إيه، بيقولك إياد شلبي بيقول ايه هو البوست ده، اليوم العالمي بتاع سبحان الله في اسكندرية والقاهرة ودمياط راحوا يجددوا ولقى نفسهم متوفين، هي ايه القصة دي؟ اللي بعده نور بيقول هي مصر كلها راحت تجدد البطاقه وكلهم ميتين ولا ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ اللي بعده الصحفي الاستاذ لؤي الخطيب واضح ان هو يعني فقس الموضوع بدري بدري كده، طبعا ايه قال لك؟ طبعا ده شغل لجان، واضح وواضح برضو ان هدفه الترويج لفكره تزوير الانتخابات. فيبقى السؤال دلوقتي يا ترى الدوله هي اللي بتجهز لتزوير الانتخابات، ولا الاطراف الاخرى هي اللي بتستبق النتيجه وبتطعن فيها من دلوقتي؟ وطبعا جايب ادي كل البوستات زي ما حضراتكم شايفين اللي كلهم بنفس الحرف، حتى بنفس الاخطاء الاملائيه، والله بنفس الاخطاء الاملائيه، كلهم كربونا، كلهم كاتبين لك رحت اجدد البطاقه لقيت نفسي متوفي من سنه. يعني عشان كده بنقول لحضراتكم بس احنا الفتره اللي جايه حقيقي محتاجين وعي ومحتاجين اصطفاف. ده الحقيقه حبينا نشرح لحضراتكم كده بسرعه الوضع كان ايه النهارده في المؤتمر الصحفي اللي عقدته الهيئه، ايه هو الجدول، هتبتدي امتى الاجراءات الخاصه بالانتخابات الرئاسيه المقبله. مع مرور 100 عام على أول استحقاق دستوري مصري، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي عن الإجراءات القانونية لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024، وأن تلقي طلبات الترشح سيبدأ في 5 أكتوبر وحتى 14 من الشهر نفسه، ابتداء من 9 صباحا وحتى 5 مساء، على أن ينتهي العمل باليوم الأخير في 2 ظهرا. تتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات أن تعلن اليوم فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات وفقاً للإجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة، انطلاقاً من مواد الدستور والقانون التي تنظم هذه العملية وتضمن نزاهتها. تجرى عملية الانتخاب المشار إليها في المادة السابقة وفقاً للمواعيد الآتية: خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة والسبت والأحد الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر 2023، داخل جمهورية مصر العربية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء العاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر ديسمبر، وفي حالة الإعادة تجرى الانتخابات خارج مصر في أيام 5 و6 و7 من شهر يناير القادم، على أن تكون المواعيد المحددة للانتخابات داخل مصر في أيام 8، 9، و10 من شهر يناير في عام 2024. في 18 من ديسمبر القادم تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية ونشرها في الجريدة الرسمية، أما إذا أجريت جولة إعادة للعملية الانتخابية سيكون إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصى 16 من يناير القادم. وكما نعلم ونفخر جميعا فإن هذه الانتخابات ستجرى كسابقتها تحت إشراف قضائي كامل، أي سيخصص قاض لكل صندوق من صناديق الاقتراع، كما سيسمح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية بالمتابعة طالما استوفت الضوابط التي وضعتها الهيئة. من مصر محمد الجباس. النهاردة إن شاء الله يكون معانا فقرتين، الفقرة الأولى هنتعرف فيها
على تفاصيل الاستحقاق الرئاسي خطوة بخطوة. هنشوف ازاي نشارك، ايه شروط الترشح، كل التفاصيل اللي ممكن تدور في اذان حضراتكم فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية هنناقشها ان شاء الله مع ضيوفنا الكرام الاستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، النائبة سهى سعيد عضو مجلس الشيوخ وامين سر تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، الاستاذ عبد الناصر قنديل الامين المساعد لحزب التجمع. الفقرة الثانية هي الفقرة الاجتماعية اللي دايما بنلتقي بيها يوم الاثنين، بنطرح شوية أسئلة في مفهوم الخصوصية ما بين الزوج والزوجة، وحطينا سؤال أو تسألنا يعني هل من الطبيعي أو من العادي أو من المقبول أن الزوج يفتش في موبايل زوجته أو العكس أن هي تفتش في موبايله؟ هنشوف هل ده عادي ولا لأ، هل ده مقبول ولا لا، هل ده ممكن يحقق الطمأنينة للطرف الآخر ولا يفتح باب للمشاكل؟ هنسأل ضيوفنا الكرام دكتورة رحاب الفي استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، ودكتور علي سالم أستاذ علم النفس الاجتماعي بكلية الأداب جامعة حلوان. دي هتبقى الفقرة الثانية إن شاء الله معنا، ولكن نتوقف مع مجموعة من الأخبار المهمة والمن بينها النهاردة حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح النسخة الثامنة لاجتماعات مجلس محافظي البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية اللي بينعقد في شرم الشيخ للمرة الأولى. الرئيس خلال كلمته رحب باستضافة مصر لهذه الاجتماعات ورحب بجميع المشاركين، أعرب عن تقديره للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومساعداته في المشروعات اللي بتقوم بها الدول. الرئيس استعرض جهود مصر في مشروعات البنية التحتية خلال السنوات الماضية. أيضا الرئيس السيسي استقبل على هامش الاجتماعات السيد جين لي تشان رئيس مجلس إدارة البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ السيد جين لي تشون رئيس مجلس إدارة البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك على هامش اجتماعات مجلس محافظي البنك المنعقدة في مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس أكد تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك الأسيوي، خاصة في ضوء الدور المهم الذي قام به خلال السنوات الماضية كشريك لمصر في العملية التنموية، وهو ما انعكس في استضافة مصر للمرة الأولى لاجتماعات مجلس المحافظين للبنك، معربا عن التطلع لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك، خاصة في مجالات النقل والطاقة النظيفة ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة البنك الأسيوي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، موجها الشكر لمصر على الاستضافة الناجحة لاجتماعات مجلس محافظي البنك والتي تتم للمرة الأولى في أفريقيا، مؤكدا اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيدة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة، ومشيدا بالتجربة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ومن ثم حرص البنك الأسيوي على مواصلة تعزيز المحفظة الاستثمارية في مصر، خاصة فيما يتعلق بتمويل مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات الحيوية. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشة الجهود الجارية لإصلاح منظومة التمويل الدولية ودور البنوك التنموية متعددة الأطراف في تعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. مرحب بالأستاذ حسام هيبة رئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار. حسام إزاي صحتك؟
اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اولا يعني شايف ازاي المؤتمر، شايف انعقاده؟ والحقيقه لان هدفه هدف مهم وهدف سامي جدا، بيتطابق حتى مع الرؤيه المصريه وهو الاستثمار في البنيه التحتيه. شايف ازاي مخرجات اليوم حتى الان؟ وحضرتك طبعا المخرجات ايجابيه جدا، لانه في تبادل في الاراء والناس بتلاقي نفسها بتتطابق في الاراء فعلا. مصر يمكن منذ يعني بدء البرنامج الاصلاح الاقتصادي كان في تركيز على رفع كفاءه البنيه التحتيه لمصر، لان البنيه التحتيه هي اساس جذب الاستثمار في الاخر. طب يعني أكيد. اي مشروع بيحتاج ان هو يبقى عنده كهرباء وطرق وميه وغاز ومواني عشان يقدر يصدر او يستورد الخامه بتاعته وهكذا. فطبعا احنا كدولة ابتدينا المرحلة ديت من بدري، وقدرنا الحمد لله ان احنا نعمل طفرة كبيرة جدا. ويمكن اغلب الحاضرين ان هو لما شافوا البنية التحتية والتقدم اللي حصل فيها كان بالنسبة لهم طبعا مطار اعجاب، زائد كانت حافز لكثيرين ان هم يفكروا ان هم يبتدوا يدرسوا مشاريع ليهم في المنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إنهم يقيموها هنا في مصر. لما تتمتع مصر بالبنية التحتية، سواء بقى من طرق اتعملت ومن مواني أقيمت واتطورت ومطارات اتطورت وهكذا. طبعا الطاقة الكهربائية اللي موجودة اللي يقدر من خلالها يعني يشتغل صناعات مختلفة وهكذا. فده طبعا كان في شيء إيجابي بشكل كبير يعني. عظيم. بشكر سيادتك فندم، شكرا جزيلا. حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار ورئيس تنفيذي للهيئة، شكرا جزيلا لحضرتك. وبرحب بالأستاذة نبيل منصور، مستشار نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية. أهلا بحضرتك فندم. اهلا بيك. اهلا وسهلا. الحقيقه من ضمن الامور يعني ان هي بتوفر ما يسمى بالتمويل المنخفض، ازاي ده ممكن يساعد دول كتير سواء مصر وغير مصر في انها تستثمر اكتر في البنيه الاساسيه في الفتره اللي جايه؟ هو ده الحقيقه جزء من يعني البيزنس موديل بتاع البنك ده، الطريقه والاستراتيجيه اللي البنك بيشتغل بيها. احنا عندنا 106 دوله اعضاء في البنك، فبالتالي البنك ده بيقدر يوفر تمويل منخفض التكلفة للأعضاء، للدول الأعضاء، على حسب طبعا المشاريع اللي بتتقدم ليه. إنها يعني بنركز طبعا على المشاريع اللي لها علاقة بالاستدامة والمشاريع اللي لها علاقة بالبنية التحتية. ودول كتيرة بتستفيد ومصر على رأسها. والنهاردة الحمد لله في شرم الشيخ يعني كان الحقيقة الاجتماع الثامن للبنك الأسيوي، وكان بقالنا 3 سنين ما بيجتمعوش في مكان واحد، كان افتراضي. والنهارده اجتمعنا الحمد لله في البنك في شرم الشيخ، وكان فرصه كويسه جدا لمناقشه كل المشاريع ولمزيد من المشاريع كمان في المستقبل ان شاء الله. إن شاء الله. بشكر سيادتك، شكرا جزيلا للأستاذة نبيل منصور، مستشار نائب وزير المالية، شكرا جزيلا لحضرتك. في الأزمة المغربية الأخيرة بسبب الزلزال من أكتر من أسبوعين، الحقيقة كان في أدوار كتيرة جدا لعمليات الإغاثة والمشاركة في رفع الأنقاض وما إلى ذلك. وطبعا مصر والحكومة المصرية كانت سباقة في هذا الأمر، وده كان مقدر حقيقة من أشقائنا في المغرب. الحقيقة لازم نشير لدور عظيم تم الإشادة به في الصحافة المغربية وفي وسائل الإعلام المغربية، الدور اللي قامت به شركة المقاولين العرب، فرع المقاولين العرب في المغرب. أول ما حصل والزلزال حصل في المغرب كان في توجيهات صادرة من داخل شركة المقاولين العرب لكل الأماكن بتاعتها أو السبوتس أو المواقع بتاعتها في المغرب بسرعة التحرك وبتحريك المعدات من أجل المساعدة في رفع الأنقاض، المساعدة في الأمور اللوجستية والفنية اللي محتاجة معدات، محتاجة وناش، محتاجة كرينات ضخمة، محتاجة رافعات ضخمة. لو حركم تفتكروا يعني صخرة المقطم لما حصلت وقتها، الدور المهم والعظيم اللي قامت به شركة المقاولين العرب وقتها في رفع الصخرة، للي يفتكر الكلام ده. فالحقيقة الشكر للمقاولين العرب
كبير جدا 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 على المواقع المغربية وسائل الإعلام المغربية اللي أشادت بسرعة التحرك من المقاولين العرب. اسمحوا لي أرحب بضيفي العزيز مهندس حسام الدين الريفي، النائب الأول رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب. باشمهندس حسام، أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. الحقيقه اكيد يعني دافع انساني لا لبس فيه في سرعه تحرك المقاولين العرب، ولكن شعوركم ايه بردود الفعل اللي حصلت على المستوى الرسمي والشعبي والاعلام المغربي؟ طبعا يا فندم، شعور بالفخر ان احنا قدرنا نساعد اشقائنا في الكارثه اللي حصلت لهم. لازم يكون لنا دور مجتمعي. احنا شركة بقالها 75 سنة، منهم 50 سنة برا مصر، شركة ملك الدولة المصرية بنسبة 100%، فدايما بنتحرك على اساس البعد المجتمعي اللي احنا فيه. احنا شركة فيها 90,000 موظف، فطول عمرنا لنا بعد مجتمعي. مؤسسين الشركة قاموا الشركة على كده، ورؤساء مجالس الإدارة السابقين، واحنا جيل اتعلمنا منهم المواضيع دي الحقيقة. فبالضرورة دي جزء من سياستنا كشركة، ان احنا نتحرك بسرعة في الكوارث والظواهر اللي نقدر نساعد بيها اشقائنا. طبعا لما بنروح بلد، احنا بقالنا 50 سنة برا مصر بنشتغل، فلما بنروح بلد ولادنا هناك بيبقوا جزء من البلد دهيت، وبينقلوا الفكر المصري بطريقة اهل البلد. فبالضرورة يكون لينا دور في الحقيقة في المشاكل والكوارث اللي زي كده. فإحنا قمنا بدورنا الطبيعي اللي إحنا بنقوم بيه في كل حتة الحقيقة. يوم ما وقعت الكارثة أو تاني يوم لما اتضح الأمر، هل من داخل الشركة على طول صدر التعليمات، ولا جه مثلا توجيه بتحريك معدات المقاولين العرب؟ يعني القرار تم اتخاذه إزاي؟ حضرتك احنا دايما عندنا في الشركة من ساعة ما تأسست، واحنا عندنا دايما مجموعة للأزمات والكوارث. الحقيقة دي موضوع اتعلمناه من زمان قوي الحقيقة، والإدارة دي موجودة جوه مصر وبره مصر، وبالذات في الدول اللي احنا لينا فيها تواجد كبير. فأول ما ابتدى يحصل زلزال وعلمنا بالموضوع ده، كانت توجيهات المهندس أحمد رئيس مجلس الإدارة وتوجيهاتي للناس إن إحنا بالضرورة نشارك في الأزمة دي. معدات ابتدت أول ما الوضع استتب بعد ساعة أو اتنين من وخلاص الزلزال وتوابعه انتهوا، ابتدت فعلا المعدات تتحرك للمنطقة المنكوبة مباشرة. والحمد لله، يعني كنا الحمد لله من اول الناس اللي كنا متواجدين. اكيد واضح كده، يعني واضح ان بعد ساعه ولا حاجه من الزلزال. طيب كم المعدات اللي حضراتكم ضغطوها يا باشمهندس حسام؟ احنا حضرتك بعتنا كل معدات فرعنا في المغرب، احنا بنتكلم على حوالي 60 حته عده اتحركوا بالكامل بالظبط. 60 قطعه، وطبعا انا بتكلم على اوناش وكرينات وحاجات رافعات تقيله الوزن، يعني كل ما هو المنطقه تستحمله، لان انت عارف حضرتك في الهرج والمرج ده بتبقى حركه المعدات، يعني عايزه معدات خاصه اللي تقدر توصل للمنطقه. طبعا. فكل المعدات اللي تقدر توصل وصلت بالكامل. والعاملين بقى كان اهم دور لينا الحقيقه. انت عارف حضرتك لما 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 اللي حصل الانهيارات دي، في طرق اتقطعت حقيقي، فالناس كانوا معزولين جوه المناطق دي، فاحنا كان دورنا الرئيسي ان احنا نفتح الطرق دي الحقيقه، والحمد لله عملته ده قدرنا، يعني وصلت الطرق ببعضها. الجاب اللي طلبت منا من السلطات هناك اتنفذت بالكامل الحمد لله. يعني السلطات المغربيه اكيد طبعا، يعني كنتوا شغالين طبعا بالتنسيق وكل حاجه وتحت الامره المغربيه، ولكن كانوا بقى في طلبات خاصه يعني للمقاولين العرب، دي ما يعملهاش غير مهندسين وعمال المقاولين العرب، كانت مخصوص لحضراتكم، مهمات ليكم انتوا مخصوص. حضرتك ما هو ان انت تقدر توصل المكان، وان حضرتك تقدر ان انت تمنوفر تتحرك علشان تفتح المكان ده، طبعا ده موضوع محتاج خبرات، يعني مش فكره معدات قد ما فكره صح. الناس اللي بيدوروا الموضوع صحيح، فدي الخبره اللي احنا طبعا اكتسبناها على مدار السنين. ما شاء الله، شيء الحقيقة عظيم جدا، وعشان كده الحقيقة كان الإشادة المغربية السريعة يعني، والحقيقة ده لفت نظرنا، وقلنا لازم طبعا نوجه لحضراتكم الشكر ونعرف الناس في مصر إيه العظمة اللي بتعملها شركة المقاولين العرب للي ما يعرفش. يعني
ميرسي يا فندم، ربنا يخليك. هو دي احد سياساتنا، يعني احنا بننقل وجه مصر للدول اللي احنا شغالين فيها. الحمد لله احنا شغالين في اكتر من 25 دولة حقيقي، ادعي ان احنا بنؤدي اداء مشرف في كل الدول. يعني انا عايز اقول لحضرتك، احنا كنا في البرنامج هنا مع حضراتكم في تنزانيا، ورحنا سانت جوليوس نيريري، وشفنا العظمة اللي المقاولين العرب بتعملها هناك، حاجة نفتخر بيها كلنا والله. يعني الإشادة حتى من المسؤولين، والإشادة من المهندسين التنزانيين والعمال التنزانيين اللي عرفوا واتدربوا على ايد المهندسين المصريين، حاجة الحقيقة والله نفتخر بيها حقيقي. يعني ادي المعدات وادي شغل بقى على الهواء بنعرضها، يعني حاجة الحقيقة تشرف بصراحة. يعني الناس اللي ما تعرفش مقاولين عرب بتعمل ايه في افريقيا، لا لازم الناس تعرف بصراحة الجهد الكبير بتاعكم حقيقة. يعني شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا. بشكر سيادتك يا فندم، شكرا جزيلا. مهندس حسام الريفي، النائب الاول رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب. وسط فاجعة كبرى وزلزال مدمر ضرب عدة مناطق في المغرب، أبرزها إقليم الحوزة وشيشاوة بالقرب من مدينة مراكش السياحية، كان للتدخل والمشاركة المصرية في إزالة أثار هذه الفاجعة دوراً مهماً أشاد به المغربيون من مسؤولين وسكان محليين وكذا وسائل الإعلام المغربية. هذا ونجحت شركات المقاولات المصرية وفي مقدمتها شركة المقاولون العرب في إعادة فتح الطرق المتضررة من الزلزال من خلال عمليات الطوارئ بها، حيث نشرت طاقاتها البشرية وسخرت مواردها المادية لإغاثة الأشقاء المغاربة، وهو ما يمثل تجسيداً كبيراً للتضامن بين الشعبين الشقيقين. وعملت الشركات المصرية على تنظيف الدواوير أو القرى المتضررة من الركام والأتربة وغيرها من الكتل الحجرية التي سدت المسارات والطرق، مما ساعد على تخفيف الأضرار الناجمة عن كارثة الزلزال. من مصر، طارق أحمد. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وصحة وسلامة، وبلدنا في أمن وأمان. ساعات قليلة جدا ونحتفل بالمولد النبوي الشريف، هذه الذكرى العطرة اللي بنستعيد فيها أخلاقيات الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. بهذه المناسبة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بعث ببرقية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي. وزير الداخلية قال في البرقية: بنستقبل هذه المناسبة الكريمة في كل عام بمشاعر الفخر والاعتزاز بسيرة صاحبها، وهو من رسخ دولة الحق على قيم التسامح والإيثار، وسعى صلى الله عليه وسلم أن تصبح منارة وتنطلق منها مبادئ العدالة والمساواة للدنيا بأسرها. بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة العطرة. وتقدم رئيس الوزراء في برقيته قائلا: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، أتقدم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم وقد تحقق ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية وهم ينعمون بالخير والأمن والسلام. كما بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قائلا: يطيب لي أن أتقدم إليكم سيادة الرئيس باسمي واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية بمناسبة الاحتفال بذكرى مولد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، تلك المناسبة الجليلة التي كانت مولدا للهادي الأمين الذي أضاء الوجود بنور النبوة والرسالة. وتابع رئيس مجلس النواب في برقيته قائلا:
إننا إذ ننتهز هذه المناسبة ونتوجه بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم وجميع الشعوب الإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما بعث السيد محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجاء بها: يسرني في مناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق. إننا نستقبل هذه المناسبة الكريمة في كل عام بمشاعر الفخر والاعتزاز بسيرة صاحبها، وهو من رسخ دولة الحق على قيمة التسامح والإيثار. وتابع قائلا: إننا نسأل الله العلي القدير أن يبارك جهود سيادتكم ويسدد خطاكم للوفاء بمسؤولياتكم الوطنية لما فيه رفعة وطننا الغالي واستقراره، لتبلغ مسيرة العمل الوطني مقاصدها في التنمية والازدهار. إنه نعم المولى ونعم النصير. في شهر 7 السنة اللي فاتت 7/22، حضراتكم عارفين ان مؤسسة 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، طبعا فرعها هنا في القاهرة في مصر القديمة، والفرع اللي تم إنشاؤه في طنطا كان بيواجه مشاكل وكان مهدد بأنه يتم إغلاقه لقلة التبرعات وللظرف الصعب اللي الناس كانت خارجة من كورونا، وكان في شح الحقيقة في التبرعات والإنفاق الخيري وما إلى ذلك يعني، وكان في طبعا أزمة في الشحن والمعدات والأدوية. فكان فرع طنطا كان مهدد وقتها بأنه يقفل، المؤسسة مش قادرة أن هي تشيله، أن هي تدوره، أن هي تصرف عليه. فكان في مخاوف كبيرة جدا لأنه بيخدم الأطفال مرضى السرطان وبيخدم طبعا أسرهم، اللي الناس أكيد مش حمل أن هم ينزلوا على القاهرة أو يطلعوا اسكندرية أو يروحوا أماكن بعيدة. فكان وقتها في تخوف من هذا الأمر أن يتم إغلاق مستشفى طنطا أو فرع 357 في طنطا. وقتها رئيس مجلس الوزراء في شهر 7/22 وجه بأن يتم تحميل المسؤولية الإدارية، أن اللي يدير ويشرف هي كلية الطب أو جامعة طنطا تحديدا يعني، ومستشفى جامعة طنطا، ويكون التبعية لجامعة طنطا وهي اللي تشرف عليها وتشغلها وتضمن ان هي تقدم الخدمات لكل الأطفال وكل الأسر اللي محتاجة العمل. والحمد لله طول السنة اللي فاتت والحمد لله طول الفترة دي كلها مستشفى 357 في طنطا شغالة وزي الفل الحمد لله. جامعة طنطا الحقيقة قايمة بدور كبير جدا في التشغيل، اعتقد ان ما تمش التقصير ابدا مع اي حد من المترددين عليها، في متابعة في تقارير دورية حتى بترفع الى دولة رئيس مجلس الوزراء. والنهاردة الدكتور مصطفى مدبولي تلقى تقرير من الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا بخصوص التشغيل والتكليف طبعا لإدارة فرع المستشفى في طنطا، والعمل ماشي ازاي والفرع شغال ازاي والاعداد اللي بيتم خدمتهم. التقرير قال ان المستشفى بيعمل بكفاءة عالية، بيقدم كل الخدمات الصحية المتميزة سواء تشخيصية أو علاجية وفقا للبروتوكول العلاجي أو الطب المتعارف عليه في طب أورام الأطفال لأبناء الدلتا بالمجان. برحب بالأستاذ الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا. دكتور أحمد أهلا وسهلا بسيادتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عمرو وكل سنة وشاهدين. أهلا وسهلا وحضرتك طبعا بخير. الحقيقة اسمح لي دكتور أحمد يعني أنقل لحضرتك ربما أمر كان محير في البداية من سنة، كان الناس عندها بعض القلق أو التخوف إزاي هيتم إدارة الفرع في طنطا 357 في طنطا، وهل بالتالي هل ده هيقل عن المستوى اللي كانت عليه في القاهرة ولا لأ. ولكن بعد سنة الحقيقة ناس كتير أعتقد إن هي رجعت نفسها بعد ما تم الإعلان عنه من شغل الحقيقة وجهد في طنطا فرع طنطا. الحقيقة زي ما حضرتك ذكرت هو كان فعلا مستشفى تقريبا اغلق فعلا لظروف يعني خارجه عن اراده المؤسسه، ولكن لما صدر قرار دوله رئيس الوزراء بتكليف مستشفى سرطان الاطفال ان جامعه طنطا وكليه الطب تدير المؤسسه، الحقيقه التوجيه من الدكتور محمود زكي رئيس الجامعه ان الاستفاده الكامله من كل طواقم الاساتذه والاطباء العاملين بالمستشفى ان احنا نشغل المؤسسه مره اخرى، وكان هناك دعم من الدوله للحفاظ على العاملين الاداريين والطواقم
الطبية المساعدة، ومد المستشفى بالأجهزة والمعدات التي تكمل الخدمات اللي كانت ناقصة. وفي الحقيقة شغلنا المستشفى زي ما حضرتك ذكرت، وتم استقبال حالات فيها يمكن من أكثر من 6 شهور، وهناك تقرير دوري يمكن بيقدم لدولة رئيس الوزراء، آخرها كان الدكتور محمود رئيس الجامعة قدمه لدولة رئيس الوزراء. والحقيقة الحالات الميزة كمان الجديدة إن إحنا مطبقين كل بروتوكولات العلاج الخاصة ب 57 357. أيوة. والإضافة ده إن إحنا أنشأنا مستشفى موازي مسمينه مستشفى سرطان الأطفال قطاع 2 داخل جامعة طنطا، وهو بيستقبل الحالات الأخرى اللي هي الحالات اللي كان فيها تدخلات لكافة تقبلها 57، بقى في عندنا الحالات اللي هي تم علاجها مرة قبل كده، فبقى عندنا هذا القطاع الموجود. وبالإضافة إن الدعم اللوجستي للقطاع الطبي في مستشفى جامعة طنطا زي الأشعة المقطعية وزي التحاليل والباثولوجي وخلافه بنمد بيه مستشفى سرطان. يعني فندم مسخرين حتى، طب يعني جزء مهم من حركتكم واخدين نفس البروتوكول ونفس السيستم بتاع 57 فرع القاهرة بيتطبق بالكربون في فرع طنطا. لما قرار دولة رئيس الوزراء كان في البروتوكول أو في النموذج المحاكاة اللي احنا قدمناه في البداية إن يكون تطبيق نفس بروتوكولات العلاج على الأطفال سرطان الأطفال يكون داخل المستشفى. التي لا تخضع للبروتوكولات يتم علاجها داخل مستشفى جامعة طنطا وكله بالمجان زي ما حضرتك ذكرت. وهي طبعا يمكن مستشفى سرطان الأطفال على مستوى الجمهورية هي لها أماكن خاصة ومحدودة طبعا، إن يكون في امتداد داخل جامعة طنطا ونستفيد بالكوادر اللي كانت موجودة 57 سابقا، ونمد ونزيد خبرات أولادنا أو العاملين الإداريين والطبيين في جامعة طنطا والاستفادة بالكوادر من الأساتذة. الحقيقة كان هناك جهد رائع كمان، دعم من الدولة ودعم من يعني لازم نتوجه بالشكر والتقدير للقيادة السياسية وعلى رأسها طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدعم اللامحدود للقطاع الصحي وتوفير رعاية صحية آمنة، وده ما تماشى مع تنمية مستدامة مع رؤية مصر 2030 اللي هدفها الأول والأخير هو يعني الحفاظ على صحة الإنسان. فكان ديت هي المنظومة اللي مشينا عليها. وزي ما ذكر يعني السادة المشاهدين ان هناك دعم من الدولة لتجهيز بعض الأجهزة ورفع كفاءة المستشفى، وزي ما ذكرت لحضرتك ان هناك مستشفى سرطان الأطفال 2 بداخل جامعة طنطا تستقبل أيضا الحالات التي لا تخضع لهذه البروتوكولات، فهي منظومة عمل متكاملة. عظيم. وهناك دعم كامل من كل كوادر الجامعة بأجهزتها سواء داخل قطاع المستشفيات، احنا 13 مستشفى بتخدم سرطان الأطفال في هذا القطاع. يعني كويس جدا ان حتى الجامعه هي مسخره كل امكاناتها ومعاملها ومعامل الباثولوجي والاشعه لخدمه 57 فرع طنطا، وده الحقيقه يعني اعتقد لو كانت مستقله يعني بعيد عن جامعه طنطا اعتقد ما كانش الامر تم بالصوره دي. كان فعلا زي ما حضرتك ذكرت ان بعض المرضى كان يضطر يسافر بره، او كان بعض الخدمات كانت تؤدى داخل بعض المراكز الاخرى اللي هي خارج المستشفى. حقيقي. ولكن حاليا المريض لا يخرج من مستشفى سرطان الأطفال الجامعي اللي هي كانت 57 لا يخرج منها، كل الـ 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 كل الخدمات الطبية تؤدى له بالمجان داخل مستشفى جامعة طنطا. عظيم جدا حقيقة، كان توضيح جدا مهم يا دكتور أحمد، لأن الناس وقتها كان في هوجة لو حضرتك تفتكر، الناس تقول ده هيقفلوا الفرع يا جماعة، ده الفرع بتاع طنطا هيقفل، الناس دي هتروح فين، الأطفال دي هتروح فين، وما كانش في فهم وقتها للدور اللي هتقوم بيه جامعة طنطا. فالناس حقيقة ما كانتش فاهمة لحد ما بدأت الصورة تتضح والتقارير اللي بتيجي أو بتخرج من مجلس الوزراء بتوضح الموضوع. فالحقيقة أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وكل القائمين يعني على تشغيل ودعم مستشفى 57 لعلاج سرطان الأطفال في طنطا، شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا دكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا برضو بنوجه له الشكر الحقيقة على الدور برضو اللي بيقوم بيه والمتابعة اللي بيقوم بيها مع رئيس مجلس الوزراء شخصيا، يعني بيقدم له التقرير بشكل شخصي فيما يتعلق بتشغيل مستشفى 57 357 في طنطا. نروح لموضوع تاني الحقيقة مش بعيد، ولكن نتكلم على السياحة العلاجية. مصر مقاومتها السياحية وحضركم أعلم بده مني مقاومات كبيرة جدا، ممكن من الصعب ان حضرتك تلاقيها في مكان تاني، من السياحة الدينية للسياحة الثقافية للسياحة الشاطئية لسياحة المؤتمرات، ما شاء الله يعني حدث ولا حرج عن أنماط السياحة اللي مصر ممكن تستوعبها. الشيء الجميل والحقيقة اللي بدأ من سنين وفي مطالبات كتير جدا جدا بشأنه من سنوات طويلة جدا هو السياحة العلاجية، رغم ان عندنا امكانات زي اللي قدام حضراتكم بنعرضه في سيوة وغير سيوة في والوادي الجديد، طبعا اكتر من نقطة في الوادي الجديد للسياحة العلاجية،
وان في بعض الناس اللي عارفه ده بتيجي من بره مخصوص بمعنى الكلمه، ناس بتيجي مخصوص من بره عشان العيون اللي موجوده في سيوه، الموجوده في الوادي الجديد، في بعض الاماكن في البحر الاحمر، بعض الاماكن في الوادي الجديد تحديدا كمان، ولكن تشعر ان مفيش يعني اقدر اقول هيكل للموضوع ده. ما مش عارف، هل محتاج الامر الى اطار حاكم اوسع، لاطار تسويقي اكتر شموليه في التعامل مع السياحه العلاجيه؟ محتاجين ان السياحه العلاجيه المصريه تاخد وضعها على خريطه السياحه الدوليه، مش بس للي يعرف، مش بس للي مر بالتجربه دي، ولكن لازم يكون في تعريف اكتر من كده. انا بتكلم مثلا احنا كمصريين، ممكن مش يعني في ناس بتروح تتعالج مثلا بالدفن مثلا في الرمال، حد عنده مشاكل في الفقرات، حد عنده حتى مشاكل جلديه، الناس دي بتعالج بالطريقه دي، وفي ناس سواء مصريين او اجانب جربوها ووجدوا فيها بالفعل الشفاء. ولكن كم واحد فينا يعرف ده؟ ايه الطرق؟ بيكلم مين؟ بيتواصل مع مين؟ الاشراف بيبقى ازاي؟ محتاجين تنظيم للقطاع ده، لان الحقيقه لو تم استغلاله على الوجه الاكمل اعتقد ده هيكون اضافه عظيمه جدا جدا للسياحه في مصر. برحب بالاستاذ حسام هزاع الخبير السياحي. حسام بيه، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. هل حضرتك بتتفق معانا ان فعلا القطاع ده او النوع ده من السياحه محتاج توضيح اكتر، محتاج دعم اكتر في الفتره دي؟ طبعا، هو احنا عندنا بنمتلك في مصر عيون كبريتيه كتير جدا، والواحات لوحدها فيها 400 عين كبريتيه، ودرجات الحراره بتصل فيها ل 67% درجه مئويه، وفي 73%، وفي حاجه و40، في عندنا طبعا عين حلوان، في عندنا سيوه، في عندنا في جبل الدكرور في سيوه، ده مهم جدا وبيتم دفن في الرمال، في ناس متخصصين. السياحه الاستشفائيه بيقصدها ناس كتير، بالذات زي ما حضرتك ذكرت، اللي عندهم الروماتويد، اللي عندهم مشاكل في الامراض الجلديه الصدفيه، اللي في العمود الفقري، وبيقدروا يقعدوا فترات طويله سواء الدفن في الرمال او في المياه الكبريتيه دي، وفي طبعا في السفاجه، وفي في سينا، في عين فرعون، وفي كذلك في النوبه في اسوان، وكان من اشهر الناس اللي اتعالجت في النوبه بالدفن في الرمال اغا خان. الحقيقه طبعا هي المصادر دي والانماط السياحيه والعيون الكبريتيه موجوده بشكل كبير، بيقصدها مجموعه من السياح بتبقى من وسط وغرب اوروبا بس مش كتير يعني، وفي التجهيزات وفي الفنادق اللي موجوده، في فنادق في كل منطقه مجهزه بكل شيء لهذا النوع من السياحه، ولكن برضو التسويق في محتاجه تسويق اكتر، ممكن تكون الحمله التسويقيه القادمه في المعارض الدوليه. نعم يا فندم. التسويق يا فندم، احنا بنتكلم هنا على التسويق، التعريف سواء كان خارجي او داخلي حتى. حضرتك سامعني؟ طبعا محتاجه تسويق، وبيبقى في تواصل اكيد من هنا من قبل الشركات اللي بتقوم بهذا النوع من السياحه والفنادق مع المنظمات العلاجيه في الخارج بشكل كبير، وبتبقى في معارض دوليه خاصه بالعلاج عايز اقول السياحه الاستشفائيه، وعلاج امراض زي الصدفيه او امراض جلديه او الروماتويد او كده مع المنظمات اللي في الخارج، وبيتم التسويق بشكل كبير، بس لازالت برضو الاعداد مش كافيه للقدوم، لان هو ممكن يجي برضو ناس للسياحه العلاجيه وتيجي اسرهم برضو معاهم في نفس الوقت، وفي نفس الوقت بينظروا الى سياحه اخرى زي السياحه الثقافيه او السياحه الشاطئيه، وممكن يعمل جزء من رحلته للسياحه العلاجيه، يعني هو جاي باكج مثلا جاي شرم الشيخ، لو اتعرف او هو يعرف ان في جزء ممكن يكون للسياحه العلاجيه في الرحله بتاعته هيعمله. بس هنا السؤال، يعني ازاي بيتم تعريفهم، او ازاي نقدر ان احنا نسوق الفكره دي للاجنبي اللي جاي؟
لا هي الفكرة دي موجودة والتسويق ليها موجود، وفي ناس بتيجي بالفعل، وفي ناس بتيجي في مركز حلوان للعلاج، وفي مراكز بتبقى موجودة في سفاجة إلى آخره بتيجي بالفعل تتعالج. بس الاهتمام من قبل الشركات بهذا النوع من السياحة مش كبير، لأنه ما بياخدش حجم سياحة ضخم يعني، هو وتسويق ضخم يعني، المفروض يكون تسويقه بنسبة كبيرة جدا، وحضور المؤتمرات ووضع برامج للسياحة العلاجية مع السياحة مثلا الشاطئية أو السياحة الثقافية. يعني هو لما بيجي ينزل مثلا منطقة زي منطقة شرم الشيخ وبيشوف عيون فرعون، أو بينزل العين السخنة، بيبقى متطلب مع غير السياحة العلاجية دي أو السياحة الاستشفائية دي برامج أخرى، فده المفروض يوضع على البرنامج التسويقي في بورصات السياحة العالمية كبرنامج متخصص بالنسبة لهذا النوع من طبعًا السياح طبعًا، لأن مش كل الدول فيها نوعية السياحة دي، ومصر بتمتاز عن دول كتيرة بالعيون الكبريتية، وموجود فيها الكبريت، وموجود فيها البوتاسيوم وكلوريد الصوديوم إلى آخره والمغنيسيوم طبعا، ولكن برضو المفروض بتكون التسويق موجه إلى المنظمات السياحية أو العلاجية أو المستشفيات الطبية في الخارج، اللي هو يمكن بتعالج بالعلاج البديل للقدوم إلى مصر وللتسويق لهذا النوع من السياحة ثم جذب السائح إلى هنا يعني. طيب فكرة بقى ان يكون ادارة الملف جدا يا فندم سامعك، ان يكون القائمين حتى على عملية العلاج باللي احنا شايفينه، طبعا هي من الطبيعة، ولكن يتحط لها اسلوب احترافي يعني، وليس باسلوب هواء او مجرد باسلوب متوارث، يكون فيه ادارة او حسن ادارة للمنظومة لكل العاملين فيها من اول واحد بيستقبل السايح لغاية لما بيغادر. اهمية ان يكون في ده يا فندم كمراكز بقى متخصصة محترفة. هو ده، هو بص حضرتك، هو في مراكز متخصصة والناس مدربة على استقبال السائح اللي جاي لهذا النوع من السياحة، سواء سياحة استشفائية أو سياحة علاجية. وفي نفس الوقت هو لما بيجي هنا بيلاقي كافة التجهيزات موجودة في المراكز اللي هو عايزها، أو في الرحلات أو في العيون اللي موجودة، وفي زي ما قلت لحضرتك مثلا في جبل الدكرور في سيوة أو في الواحات بيبقى، او في النوبه في ناس متخصصين، عائلات بتتوارث العلاج بالدفن في طبعا الرمال يعني عن يعني اجيال وراء اجيال، وبيبقى ليهم طرقهم وبيعرفوا الميعاد المعين اللي هو لازم ينزل فيه ويقعد فيه، وما تكونش فيه الشمس قويه وفصول السنه بالظبط، وبيدوا كافه المعلومات للشركات المتخصصه، وهي على اساسها بتحط البرنامج، بتوضع الروشته دي او بتوضع البرنامج السياحي في الخارج. بس طبعا محتاجه تسويق وتنظيم أكتر لجذب مزيد من السياح لهذا النوع من السياحة، لأن حتى هذا النوع من السياحة بيبقى متوسط إنفاقه عالي جدا هو وأسرته، جايين على أساس سياحة علاجية وسياحة استشفائية، وفي نفس الوقت زيارة للمناطق السياحية أو الشاطئية، لأن في منهم برضو بينزل بيعمل مع نفس النوع ده من السياحة سياحة الدايفنج أو الغطس في بمشاهدة الشعب المرجانية إلى آخره، والاستفادة من هي بيبقى عنده معلومات كامل يعني. طبعا هو بياخد حزمة كده كاملة على بعضها. بشكر سيادتك فندم، شكرا جزيلا الأستاذ حسام عزاع الخبير السياحي، شكرا جزيلا لحضرتك. فوجئنا صلاح، نجمنا محمد صلاح عامل تويتة أو كاتب يعني بوست كده بالبلدي على السوشيال ميديا الخاصة بيه، بيتكلم على حدث فريد من نوعه. ممكن تلاقي حضرتك واحد مثلا ألف أغنية لمحمد صلاح، حد قرر إن هو مثلا يعمل قصة عن محمد صلاح، ولكن إن يكون في رسالة جامعية ماجستير مثلا يعني، أو بحث في واحدة من أعرق الجامعات على مستوى العالم وهي هارفارد في بريطانيا، يتم عمل دراسة جامعية أو رسالة ماجستير أو ما إلى ذلك يعني، يكون بطلها محمد صلاح، بطلها محمد صلاح، تتعمل عن الراجل ده تحديدا، وإن يكون بتدرس أو بتبص في التفاصيل الخاصة بمراحل محمد صلاح، وتركز قوي على مفاوضات تجديد محمد صلاح لعقده هو وكيله رامي عباس
في المفاوضات اللي كانت السنة اللي فاتت وعلى أساسها مو جدد عقده مع ليفربول. فالحقيقة شيء مذهل أن يتعمل فعلا دراسة بهذا الشكل في واحدة من أكبر جامعات العالم اللي هي هارفارد، واللي يعملها كمان يكون مصري، فده شيء أكيد يسعدنا ويفرحنا كلنا. ولكن حابين نعرف السبب ليه اختار تحديدا الزاوية دي، فكرة محمد صلاح وعقد محمد صلاح مع ليفربول. برحب بالأستاذ طاهر المعتز بالله الكاتب المصري المشارك في دراسة جامعة هارفارد عن محمد صلاح. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ طاهر. أهلا وسهلا بحضرتك، شكرا جدا على الاستضافة. أهلا بحضرتك. أولا إيه الدافع اللي خلاك تحديدا تحدد محمد صلاح وعقده مع ليفربول كجزء من رسالتك في هارفارد؟ ده سؤال ممتاز. لو حضرتك تسمح لي بس أوضح توضيح سريع أرجوك. إن هي ليست رسالة ماجستير، هي دراسة بمعنى كيس ستادي. تمام. والكيس ستادي دي حالة. مقصود بيها إنها بتجمع بالظبط، هي دراسة حالة بتجمع ما بين القصة، قصة الشخص، قصة الإنسان، تاريخ حياته، محمد صلاح بدأ إزاي، رامي عباس قبله إمتى، وكيد. إزاي أداروا هذه المؤسسة صرح العملاق اللي اسمه محمد صلاح النهاردة، وفي نفس الوقت بتجمع البحث العلمي، الاعتماد على مصادر موثوقة، الاعتماد على مقابلات. الدراسة دي كلية هارفارد لإدارة الأعمال بتاخدها وتعتمدها في المنهج لتدريسها، فان شاء الله يوم 2 اكتوبر القادم الكيس ستادي بتاع محمد صلاح هيتم تدريسها بشكل رسمي داخل جامعه هارفارد تدرس طلاب الدراسات العليا بكليه اداره الاعمال. لا لا يعني وبعد يعني ايه اصلا لم يتم تدريسها واحده واحده بس واحده واحده بتصدر هذه يعني ايه هتتدرس لبقيه كليات اداره الاعمال حول العالم علشان هم كمان يدرسوها لسنين طويله، لان جامعه هارفارد وبالتحديد كليه اداره الاعمال عندها 20 مركز بحثي حول العالم، وظيفتهم ان هم يلقطوا اي تجربه تستحق الدراسه، اي انجاز يستحق انه يتم استخلاص دروسه، وده اللي حصل مع محمد صلاح. طيب ايه اللي في الدراسه حضراتكم يعني وضحتوه اللي هيخلي هارفارد انها من 2 اكتوبر تحط محمد صلاح كمنهج او جوه منهج البحث بتاعه؟ حاجتين في منتهى الاهميه، ان محمد النهارده اصبح ليس مجرد لاعب كره قدم ماهر، هو تحول من احد افضل لاعبي كره القدم في العالم لأحد أكبر وأقوى العلامات التجارية أو البراندز في العالم. هو شخص النهاردة براندز زي جوتشي أو أديداس هم اللي بيجروا وراه ويبقوا سعداء جدا بالتعامل معاه، وشعبيته طاغية ما شاء الله، أصبح يعني بدأ كبطل مصري ثم إقليمي، النهاردة محمد صلاح شخصية عالمية. فده أول حاجة هم بالنسبة لهم، إحنا نتشرف بمحمد، يعني مش محمد اللي تشرف بيه. ده أول حاجة. حاجة التانية هي إن محمد هو ممثل عن منطقة لا يتم السماع عنها غير أخبار سلبية للأسف الشديد بالنسبة لهذه المؤسسات، فهم مهتمين جدا إن هم ياخدوا حد مصري، حد عربي، حد من المنطقة بالنسبة لهم عبارة عن حروب وصراعات. ده بيثري النقاش وبيعرف الطلاب، طبعا بيعرف الطلاب مش بس عن طرق الإدارة والتسويق، لا ده كمان بيعرفوا عن دول تانية ومناطق تانية هم أغلبهم ما شافوهاش ولا عمرهم زار. فده اللي حمسني بشكل شخصي ان انا اكتب عن محمد. محمد شخص احنا نعرف عنه الكثير، ولكن في الحقيقه هناك يعني نحن لا نعرف اكثر مما نعرف. احنا نعرف المحطات الجباره المين مايل ستونز، بس احنا ما نعرفش التفاصيل، ما نعرفش ازاي بيتم اداره هذه العلامه التجاريه الجباره. فكنت مهتم اعرف ده، لانه بعيدا عن الحب، او انا عارف في بعض الناس يعني بيتضايقوا شويه، بعيدا عن مساحه المشاعر الشخصيه دي، في مساحه اكبر بكتير للتعلم. المهم ان احنا دي تبقى طريقه التناول مع الشخصيات العامه، عايزين نتعلم منه. كويس قوي. والحقيقه ده كان برضو راي الجامعه، الدكتوره انيتا البرسي كانت متفقه مع هذه الرؤيه تماما، ولذلك تواصلنا معاهم، وهم كانوا الحقيقه كرمه جدا بالوقت والمعلومات والمجهود، وقعدوا معانا اكتر من مره، جاوبوا على كل الاسئله، ومتحمسين جدا ان تجربتهم بتتم دراستها وتناولها بشكل علمي واكاديمي لاول مره. طيب صلاح ورامي عباس ساعدوكم بايه في الدراسه او في البحث ده؟ اكيد احتاجوا تعرفوا منهم تفاصيل بالوقت. فارجوك صلاح، وادي الصور اهي موجوده، صوره حضرتك مع مو ومع رامي عباس اهي في ليفربول يعني. فارجوك قول لنا التفاصيل، قعدتوا قد ايه، اتكلمتوا في ايه؟ استضافونا طبعا اولا عندهم، وكانت يعني استضافه عظيمه. محمد صلاح انا يعني داخل بشوف الكرسي بتاعنا فين، فاحد العاملين في الاستاد المشرفين فبيقول لي جيستس اوف ذا كينج، ضيوف الملك. ضيوف الملك. فانا طبعا انا افتكرت كينج هو يقصد يعني احيانا بيبقى في حد اسمه جون كينج مثلا، فقلت له لا والله احنا ضيوف محمد، قال لي يس هي از ذا كينج هير، هو الملك هنا. طبعا يعني منتهى الشعور بالعزه ومنتهى الشعور بالفخر. قعدنا مع رامي اكتر من مره الحقيقه، وتقابلنا اكتر من مره،
وكانت اسئلتنا احنا عندنا فضول، يعني يا جماعه اولا اتقابلتوا ازاي، ووصلتوا اللي انتوا وصلتوا له ازاي، بتتعاونوا ازاي، يعني شخصيات مختلفه تماما، ازاي قدرتوا تعملوا حاجه عظيمه بهذا الشكل. طبعا مش عايز احرق الدراسه لانها لم تنشر بعد، ولكن اثبتت صحه الافتراض الفرضيه اللي احنا بدانا بيها الدراسه، وهي ان احنا هناك الكثير مما لا نعرفه. هذا الشخص المشهور، لا هو في الحقيقه احنا بنشوفش غير الوجه، تفاصيل ثانيه بنشوفش، طبعا ما بنشوفش المطبخ، والمطبخ الحقيقه مليء بالمكونات المبهره. طب اكتر حاجه ابهرتك رامي. اكتر حاجه ابهرتك بقى في العلاقه ما بين محمد صلاح ورامي؟ النضج. يعني انا بتكلم حتى من ناحيه اداريه. حضرتك في مديرين كتير يخافوا او ما يحبوش ان هم يجيبوا حد اشطر منهم في بعض الحتت. انا اعتقد ان منتهى النضج اللي بيعكس ذكاء محمد بشكل يفوق المهاره الرياضيه، انه بيتعاون مع شخص هو مدرك تماما انه قوي جدا في حته التمثيل، قوي جدا في حته الشؤون القانونيه، رامي محامي خريج جامعه ليستر في بريطانيا. وده هو عارف ان الشخص ده شاطر وبيثق فيه وبيعمل له ديليجيشن وتوكيل كامل بهذه المهام، فبيسمح لنفسه انه يركز على جوه الملعب. صح. وبيثق جدا فيما يفعله رامي خارج الملعب. وفي النهايه طبعا هما بيتكلموا بشكل يومي، بيتابعوا مع بعض على طول. فانا درجه الثقه ودرجه النضج وحسن الاداره، صح، ان انا ابقى مركز على الحاجه اللي انا بس اللي لازم اعملها، واسيب غيري واعمل فريق يكمل. بنتكلم على شركه، بنتكلم على منظومه أوكستر. اسمها محمد صلاح، مش مجرد لاعب كره قدم. طبعا أوكستر. صحيح، مؤسسه صراحه هو فعلا، يعني صلاح يمكن هو الوجه، هو اللاعب الامهر، ولكن لا، رامي عباس هو المايسترو، واحييه على صحه هذه الاداره. والدليل الارقام والدليل الاستمرار. طبعا صلاح اول ما عرف بقى خلاص ان الدراسه خلاص خلصت وبدا يشير ويتكلم عنها، كلمك قال لك اي رد فعل او انطباع؟ ما كلمنيش، لا الحقيقه، وانا ما بكلموش برضه والله قوي في اللي هو فيه. انا يعني احنا ممتنين جدا سواء انا او دكتوره انيتا بالوقت اللي هو قضاه معانا بالفعل، بس هو يعني هو نشرها وحاطط صوره زي العسل ليه يعني، فواضح ان هو الموضوع جاء على هواه جدا، يعني ان هو هيصبح جزء من المناهج التدريس في هارفارد، في كليه الاداره في هارفارد. يعني حضرتك انا اعتقد ان هو يعني الجامعه هي اللي تتشرف بصلاح، واعتقد انه سواء صلاح او رامي بيسعدوا جدا لما يلاقوا ان في جديه في التناول. طبعا احنا الناس عايزه تدرسنا، مش عايزه تهاجمنا، ولا في نفس الوقت عايزه تمجدنا. يعني الناس بتفتكر اوقات ان التسقيف طوال الوقت ده الناس بتنبسط بيه، لا، هما بالنسبه لهم ده معناه ان انت مش 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 يعني مش داخلين في اعماق العمليه، او مش بتحاولوا تحللوها، انتوا بس يعني بتعتمدوا على المشاعر، ومشاعر قلابه طبعا. ولذلك هو حاليا لم يعد يعتمد على السوشيال ميديا، وقال قبل كده في لقاءاته هو بقى عنده يعني الحقيقه قوه جباره، قوه عقليه جباره، فكره انه ما يعتمدش على الجماهير، لان الجماهير النهارده هتنتقد. فهو مركز في شغله، وده سر نجاحه. والحقيقه دايما الواحد بيقول ان هو محظوظ ان احنا عايشين في عصر محمد صلاح، لان الحقيقه مش من السهل ان احنا نعيش تاني فتره زي دي لنجم مصري محترم العالم كله بيحترمه وبيقدره بهذا الشكل. مره تانية الحقيقه انا بشكر حضرتك يا استاذ طاهر على الفكره، بشكر حضرتك على الاصرار وراها، على جهدك، لانك انت كمان اضفت اسم مصر يعني عن طريق محمد صلاح في مناهج هارفارد، يعني من خلال نجم كنا بنعتز بيه، فحقيقي جهد مشكور من حضرتك. ده شرف ليا. حضرتك مصر فيها اكتر من 1000 محمد صلاح كلهم في مجاله، ولكن محتاجين نكتب عن هذه التجارب، يبقى في تنقل معرفي، ونتعلم، ما نبقاش بنحاول نعيد اختراع العجله. بالعكس، محمد صلاح يعني الحقيقه انا مدين له بقدر كبير من سعادتي، وده اقل شيء ممكن اقدمه. احنا اتشرفنا بوجود حضرتك معنا، شكرا جزيلا الكاتب الاستاذ طاهر المعتز بالله، الكاتب المصري اللي شارك في هذه الدراسه عن محمد صلاح في جامعه هارفارد. طيب نروح النهارده لعدد مميز لليوم السابع، صحيفه اليوم السابع، تشوف كده المانشيت اللي اليوم السابع كلمت فيه عن، نقدر نقول، حصاد السنوات الماضيه، 9 سنين أو يعني داخلين على 10 سنين من قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قطاعات مختلفة. اتكلموا على مسيرة وطن الحقيقة، زي ما عنونتها اليوم السابع في هذا العدد الخاص، الرئيس سيرة قائد ومسيرة وطن، جهد الحقيقة كبير فنده في خلال 16 صفحة كاملين، يعني فنده كل ما
حققته الدولة المصرية على مدى السنوات اللي فاتت. حقيقة فندوا لكل حاجة، لكل المشروعات، فندوا لكل الآراء، لكل ما تم إنجازه، لكل طوبة على طوبة الدولة المصرية حققتها، لكل إنجاز في مبادرات الصحة، في مبادرات الإسكان، في مبادرات البنية الأساسية اللي كنا بنفتقر إليها وكنا يعني بنتحسر وكنا بنزعل إن البنية الأساسية لمصر والطرق في مصر كانت على مستوى ما كناش أبداً نحن نتخيله أو كنا الحقيقة بنتمناه للبلد. قطاعات زي الصحة، قطاعات زي الكهرباء، زي الخدمات، زي حياة كريمة، حياة جهد كبير جدا جدا واضح ان الزملاء والاساتذة في اليوم السابع بذلوه عشان يخرج هذا العدد الخاص بهذا الشكل المحترم. برحب بالكاتبة الصحفية الاستاذة علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع. استاذة علا اهلا بحضرتك. اهلا يا عمرو، ازي صحتك، عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. اسمحي لي بس يعني سريعا كده قبل ما ندخل في موضوعنا ان انا ابارك لك طبعا على رئاسة تحرير اليوم السابع وده شيء مستحق يعني. شكرا جدا، شكرا يا عم، شكرا جزيلا. الحقيقة العدد الخاص هو فعلا خاص جدا، في جهد خاص جدا بذلتوه. الحقيقة يعني أنا بصراحة يعني مبدئيا لازم أقول ده شكرا لكل الزملاء، كل الزملاء اللي شاركوا سواء في التحرير، في الإقرار، في التنفيذ، في التصحيح والمراجعة. يعني كان جهد، يعني إحنا العدد، أنا هقول لك أرجع لك ليه فكرنا نعمل العدد. أرجوك. ليه النهاردة بالذات يطلع العدد؟ احنا يعني بقى لنا فتره كده، انا دايما بقول انا شويه تربيت مجلات وجرايد فضحيني دايما للورق. اليوم السابع ديجيتال وموقع محترم وموقع مؤثر، ولكن بالتوازي كنا محتاجين نعمل حاجه في الجورنال، نغير شويه في الجورنال. فابتدينا فكره ان احنا نشتغل على الاعداد الخاصه. اول عدد، اول فكره قعدت مع الزملاء استاذ حازم حسين رئيس الهيئه التنفيذي وعدد اخر من الزملاء، فكرنا ان احنا نعمله عن سيادة الرئيس. هي سيادة الرئيس لان احنا خلاص يعني على وشك ان احنا بنعلن في اعلان او تم الاعلان فعليا النهارده الصبح عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الجديدة في 2024 اتفاق رئاسي قادم، وايضا يعني ما يبقاش احنا كمان عشان بس يعني الحقيقة قررنا العدد يطلع النهارده قبل ما يتم فتح باب الترشح بشكل رسمي، عشان بعد كده احنا هنبقى واقفين على مسافة يعني طبعا. كل طبعا هيبقى طبعا بنرصد ده شيء محترم هذا الرجل والقائد في الفترة الزمنية اللي تولى فيها رئاسة مصر فترتين زمنيتين. فقررنا نرصد ده من خلال، والحقيقة الأرقام زي ما بيقولوا أرقام مش بتكذب، يعني زي ما أنت شرحت في الأول إحنا عندنا في مجالات متعددة ومتنوعة جدا مشروعات ضخمة وكبيرة سواء في البنية التحتية، سواء في مشروع حياة كريمة، سواء في العشوائيات، يعني لسه وللمرأة ده يعني حضرتك نفسك كاتبة عظيمات مصر في البدء كانت المرأة. صحيح. اخترت زاوية المرأة يعني. ايوه قالوني يا الكريمة، قلت لهم انا هخليها المرأة، انت ما قلت اول كلمة قلتها ماما، فهي المرأة طبعا. طبعا والمرأة وتغيير قوانين وتواجد المرأة في اماكن كثيرة جدا، يعني في اماكن مهمة الحقيقة كمان قيادية. فانا بشوف ان هو كان لازم العدد ده، اعتبرت ان هو فرض عين ان احنا نعمله في هذا التوقيت. اشتغلنا عليه، كان مجموعة عمل من كل الاقسام، يعني لم يتوانوا. عايز اقول لك ان التكليف احنا خدنا القرار ده في اسبوع، اقل من اسبوع العدد كان خلاص بالماده وكل الشغل. انا فات عليا امبارح الحقيقه ان انا كنت اصورهم وهم واقفين كلهم بيشتغلوا واحد من نفس العدد، يعني فعلا تحس دي كده زي حاجه استنفار وكله قاعد مركز والناس واقفه مع بعض. يعني انا الحقيقه يا ريتني انا صورتهم، يعني فعلا والله انا عايز اقول لحضرتك الحب باين حتى في اختيار العناوين. يعني لو رجعنا، معلش هطول عليكي بقى، معلش اسمحي لي يعني هفند كده وهشرح كده مع حضرتك. نشوف بس الصوره اللي بعدها بعد اذنكم، نروح كده للعناوين اللي بعده. شرعية تحمية الملايين، مصر عادت شمسك الذهب، شعبيه جارفه تعيد بناء التماسك الوطني اللي بعده، زعيم من خارج الكتالوج، اخراج مصر من بيت الطاعه، حاجه الحقيقه يعني العناوين اللي بعده هتلاقي في لمسه، في فهم كبير للي اتحقق. يعني مثلا عنوان زي اعاده الاعتبار للمهمشين، عافيه مصر في صحه المصريين، دول الحقيقه محورين مهمين جدا جدا بصراحه يا استاذ علا. المحورين دول والحقيقه ان فيهم مجهود مبذول كبير جدا. انا هقول لك يا عمر، لان انا من قريه من قرى الدلتا محافظه المنوفيه، فانا اقدر قوي يعني ايه فيروس بلدياتي، قوي يعني فيروس تمام. فاهم كويس انت بلدياتي ولا ايه؟ اهلا وسهلا يا عم، اهلا بك، اتفضل. انا اقدر افهم فيروس واقدر افهم
يعني الامراض دي قد ايه كانت متوغله ومتوطنه عندنا في كره كتير جدا. ان مبادره زي دي ويتم شفاء الملايين، فانا بشوف ان ده انجاز كبير جدا الحقيقه. وزينا برضو الناس اللي مش قهريين يقدروا يقدروا كويس قوي فكره الطريق. بلدنا اللي كنا بنسافر في وقت قد كده زمنيا، فبقت المساله ما بتستغرقش كل هذه المسافه حقيقة. واصلا وكمان بالاضافه لجوده الطرق، فده بالنسبه لي انا كله كان لازم يكون في عين الاعتبار واحنا بنشتغل على الملف. القاء الضوء بشكل مكثف ومركز على كل المبادرات التي قام بها سياده الرئيس على في مختلف المجالات الحقيقه. يعني انا العشوائيات بالنسبه لي لا، يعني يا جماعه ده يعني مشروع لازم نتوقف، سواء هنا الاسمرات جنبنا او في اسكندريه طلع عين الضوء، عندنا اكثر من مشروع ليها علاقه بالعشوائيات. ده كمان من الحاجات اللي ما ينفعش ما تقرف لهاش، وما ينفعش انت ما تتكلمش عنها سواء احصائيات او ارقام. كتير من الملفات احنا حاولنا بقدر الامكان، وعلى فكره انا عايز اقول لك بس احنا كان عندنا ماده زياده خالص من العدد، ما كناش عارفين نعمل ايه والله. اعملوا عدد تاني مكمل بقى. لازم يعني الموقع يكمل معانا الموقع، فبقى فيه الايقونه فيها العدد بالشغل كمان اللي كان متبقي من العدد المطبوع. لازم لازم احنا كشعب نعرف، يعني حضرتك عارفه الاحداث المتلاحقه يوم ورا الثاني بتخلينا ممكن عينينا بتتعود على شيء، واخده بال حضرتك، وما بنفكرش. ممكن انا بس ببص على زاويتي في مساحه تحركي من شغل البيتي، ولكن في حاجات في عموم مصر في 27 محافظه انا ما اعرفهاش. عندك حق، وده كنا اللي احنا عملنا، يعني حاولنا بقدر الامكان. يعني اتكلمنا عن الزراعه واللي حصل في الزراعه، الطفرات اللي حصلت فيها، ايضا ما يتم الاعداد لها، مصانع تم افتتاحها او مصانع بيتم التجهيز لافتتاحها، وكل ده برضه بالارقام. انا الحقيقه بشكر كل انا بسميهم عتاوله، انا عندي اثنين صغيرين شاطرين قوي، صغيرين في السن يعني، بس هم الحقيقه ما شاء الله كل واحد في ملفه شاطر ومذاكر في التعليم في الاقتصاد، يعني كلهم شاطرين. ما بتقولي الموضوع يخلص في يومين بيخلص في يومين. الصحفيين اليوم السابع تريد مارك، يعني علامه مسجله في الشطاره يعني. انا والله لا حقيقة. انا بقول لهم انا ليا الحظ ان انا معاكم، يعني انا كمان بشكر ان انا معايا المجموعه الشاطره دي، وايضا الناس زمايلي الحقيقه لازم اديهم حقهم. اتكلمت عن العناوين، حازم وكل زمايلي في الديسك، استاذ محيي، استاذ بهاء، انا مش حياتنا ليهم جميعا، رفعت يعني انا بحييهم كلهم طبعا. سهيله في الاخراج، لان سهيله دي عند فنانه سهيله فوزي، استاذ برضو الكل الحقيقه كل اللي اشتغلوا طبعا واضح. يعني وائل وهبه، انا برضه مش عايزه يعني وزي ما بقول لك فعلا كان انا يعني يا ريتني انا صورتهم واقفين يخلصوا العدد، دي كانت ازاي هتبقى صوره كريمه. شيء حقيقي شرف، والله حقيقي جهد يشرف ان في مؤسسه اعلاميه او مؤسسه صحفيه تقدر ان هي تارشف، لان ده ارشيف وطن، ده جهد ناس كتير اشتغلت وناس كتير تعبت وقياده سياسيه تبعت، فده لازم الحقيقه يكون موجود. ده كتيب نقدر نبص احنا عملنا ايه، كشف حساب خلال السنين اللي فاتت لعدد خاص لليوم السابع الرئيس، سيره قائد ومسيره وطن فعلا. بالظبط زي ما انت قلت، هو كشف حساب فعلا وعاده تقدر ترجع له بعد وقت. صح، ده حقيقي، ده حقيقي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتينا واسعدتينا الكاتبه الصحفيه الاستاذه علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع، شكرا جزيلا لحضرتك، واستاذكم في فاصل قصير. يظل انتصار أكتوبر 73 انتصارا حقيقيا للإرادة والكرامة المصرية، وشاهدا على روح التضامن العربية حين أقدمت الدول العربية على مساعدة مصر وسوريا في حربها، لتسطر هذه الملحمة العربية بحروف من نور في التاريخ، وليمثل نصر أكتوبر علامة فارقة في التاريخ العربي تتناقله الأجيال جيلا بعد جيل، وتفتخر بما قدمته مصر من بطولات وبما صنعته من مجد. ورغم عدم معرفة الدول العربية بموعد بدء الهجوم المصري على قوات الاحتلال الإسرائيلية، لكن ما إن اندلعت الحرب حتى بدأت الدول العربية في تقديم الدعم والمساندة، والتي تنوعت ما بين مالية ولوجستية، حيث يقدر حجم التمويل الذي تلقته كل من مصر وسوريا من الدول العربية منذ يوم 6 أكتوبر حتى 23 نوفمبر من العام نفسه بنحو 3 مليار دولار.
وكانت السودان من أوائل الدول التي أعلنت دعمها الكامل لمصر وأرسلت فرقة مشاة على الجبهة المصرية، كما لم تتردد في نقل الكليات العسكرية المصرية إلى أراضيها. أما العراق فتمثل دعمها لكل من مصر وسوريا بإرسالها سربين من طائرات هوكر هنتر إلى مصر وإرسال قوات عسكرية لها لتقديم الدعم للجيش السوري خلال فترة الحرب. وكان للجزائر دورا بارزا في الحرب ممثلا فيما قدمه الرئيس الجزائري بومدين بطلبه شراء الأسلحة من الاتحاد السوفيتي وطائرات لإرسالها إلى مصر تمهيدا للحرب، وذلك بعد علمه بنية إسرائيل في الهجوم، بجانب مشاركة الجزائر بالفوج الثامن للمشاة الميكانيكي والذي ضم أكثر من 3000 جندي وضابط لواء مدرع وآخر مشاة. أما ليبيا فأرسلت إلى الجبهة المصرية سرب ميراك 5 ليبي، لكن حالة طياريه الفنية المنخفضة منعت من اشتراكه في أي أعمال خوفا على أرواح الطيارين الليبيين، بالإضافة إلى السرب 69 ميراج والذي قاده الطيارون المصريون. وأرسلت تونس إلى مصر كتيبة مشاة قبل الحرب، كما أعطتها 5 طائرات هوكر هنتر. وشاركت القوات الأردنية في الحرب على الجبهة السورية بإرسال ألوية مدرعة، كما شاركت في عملية الخداع الاستراتيجي للمخابرات الإسرائيلية، حيث رفعت القوات الأردنية درجة استعدادها إلى الحالة القصوى يوم 6 أكتوبر، ما أثار قلق إسرائيل ودفعها إلى إبقاء جزء من جيشها في إسرائيل للتصدي لأي هجوم محتمل على تل أبيب. وأرسل المغرب لواه مشاة إلى الجبهة السورية، كما أرسل قوات إضافية للقتال تشمل طائرات حربية ودبابات. أما اليمن فأغلقت مضيق باب المندب في وجه الملاحة الإسرائيلية، وكانت هذه الطريقة إحدى الضربات الموجعة التي حاصرت البحرية الإسرائيلية ومنعت عنها التواصل أو الإمدادات مع مصادر السلاح المهم لها. وكان لدول الخليج العربي مواقف مشرفة حينما أوقفت تصدير النفط إلى الدول الغربية التي تقف مع الاحتلال الإسرائيلي، ما مثل ورقة ضغط عالية المفعول خلال الحرب، بجانب تمويل شراء المعدات العسكرية. وأرسلت الكويت 5 طائرات من طراز هوكر هنتر لمصر، كما أرسلت طائرتين من طراز C-130 للذخيرة، كما أرسلت المملكة العربية السعودية قرابة 20,000 جندي للجبهة السورية. وكان للإمارات دور بارز في الدعم لمصر وسوريا أثناء الحرب، حيث أعلن رئيس الإمارات حينها الشيخ زايد بن سلطان وضع كل إمكانيات الإمارات لدعم المجهود الحربي في معركة الكرامة، كما أرسل سرية مشاة ميكانيكا بقيادة الشيخ خليفة بن زايد عندما كان وليا لعهد أبو ظبي في ذلك الوقت للمشاركة في تحرير الأرض. كلها مواقف عربية ساهمت في تحقيق النصر الذي ما زال صداه يتردد على مر التاريخ. من مصر، عمرو موسى. تابعنا النهاردة كلنا المؤتمر الصحفي العالمي اللي عقده المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات. شفنا قد إيه كان في اهتمام من وسائل إعلام محلية، مساء وسائل إعلام دولية لكل تفاصيل المؤتمر الصحفي اللي حدد كل التفاصيل الإجرائية والتوقيتات الإجرائية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، ابتداء من فتح باب الترشح أمام من يحق له الترشح من يوم 5 أكتوبر حتى يوم 14 أكتوبر. بعد كده آخر موعد طبعا يعني اختيار بقى الرموز وفقا لأسبقية التقديم، وآخر موعد لسحب طلب الترشح هيبقى 8 نوفمبر. يوم 9 نوفمبر إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم، ثم نبدأ في انتخابات المصريين في الخارج إن شاء الله 1 و2 و3 ديسمبر، والمصريين في الداخل 10 و11 و12 ديسمبر، وصولا إلى الإعلان النهائي لنتيجة الانتخابات الرئاسية في 16 يناير 2024 بإذن الله تعالى. وفي وسط كل مرحلة من المراحل دي
في إشراف قضائي كامل، في مرحلة بتبنى على مرحلة، في طعون، في نظر في الطعون، في كل الأمور اللي ممكن أي مرشح الحقيقة يضمن من خلالها سلامة ونزاهة هذه الإجراءات وتحت إشراف قضائي كامل. وهو ده واحد من أهم المكاسب. تاني مكسب كمان وهو الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وده اللي أكدت عليه النهاردة الهيئة الوطنية للانتخابات. اسمحوا لي أرحب مع ضيوفي الكرام والأعزاء في الاستوديو، كل التفاصيل، كل ما يخطر في بالنا إن شاء الله بخصوص هذا الاستحقاق الانتخابي المهم. ببدأ بست النائبة سؤى سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ست النائبة سؤى، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. شرفونا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أيضا برحب بيا الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل. أهلا وسهلا. أهلا بك يا سيدي. إزي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله فندم. الله يخليك. أيضا برحب الأستاذ عبد الناصر أنديل الأمين المساعد لحزب التجمع. أستاذ عبد الناصر أهلا بحضرتك. أهلا بك يا سيدي. إزي صاحبي فندم؟ الله يخليك. زي ما حضراتكم كده شايفين كوكتيل أو باقة من الزهور السياسية. إنجاز التعبير، بتكلم طبعا يعني على تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتكلم على حزب التجمع، بتكلم على حزب الجيل. فده نموذج الحقيقة، واحد من أهم مكاسب الحوار الوطني في الشهور اللي فاتت هو التعددية، هو الحوار. اسمحوا لي أبدأ مع كبرنا الأستاذ ناجي الشهاب رئيس حزب الجيل. أستاذ ناجي، أولا انطباع حضرتك على اللي انت سمعته، ما رأيته من استعدادات، من إجراءات، من ضمانات قضائية وقانونية فيما يتعلق بالانتخابات. كان المستشار وليد حمزة بجانب حرصه على انه يعلن الجدول الزمني لكل المراحل الانتخابية، كان حريص انه يرد على كل الأسئلة والتكهنات والهواجز والتشكيك اللي كان البعض بيتكلم عنه، واللي هو قال يتكلم عنه عن ضمانات الانتخابية. البعض كان طالب السلطة التنفيذية انها تضع الضمانات، وهذا البعض يعني هو يجهل الدستور. السلطة التنفيذية تضع ضمانات؟ اه يعني ضمانات قضائية يعني. هذه الضمانات هي ملك الهيئة الوطنية للانتخابات. طبعا. ودي اللي علمها النهارده بقى مرة أخرى المستشار وليد حمزة طبعًا. عندما قال زي ما سيادتك ما قلت انه بيقف على مسافة واحدة، وانهم بيهدوا الانتخابات بحيادية وبنزاهة وشفافية، وإنه بيدعو لمراقبتها من قبل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وكان محدد في متابعة الانتخابات. وفي بذلك احنا يعني داخلين على انتخابات رئاسية غير مسبوقة من حيث الضمانات. ليه؟ لأن هذه الضمانات لم يكن ينطق بها أحد من قبل. كانت من المسكوت عنه. لا، ده رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنها صراحة. أعلن صراحة إنه سوف يكون على مسافة واحدة من كل المرشحين في يوم المرشح الرئيس. وده يعني سابقة مصرية ولم تتكرر من قبل. هو رد قال ان احنا هنجري انتخابات طريق بمصر وبتاريخ 100 سنة ما بدأ الممارسة الديمقراطية في مصر. هذه الانتخابات هتمر عليها 100 سنة من ممارسة مصر الحقيقة الديمقراطية في نهاية القرن 18. وبالتالي هو الراجل النهاردة كان أكثر من رائع، حول هذه الانتخابات، حول هذا المؤتمر إلى مؤتمر للجدول الزمني لكن كل بينتظره، وإلى حديث آخر عن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية المصرية. الضمانات، وده كان بعد مهم جدا طبعا. وده مهم جدا لأن إحنا بيقفل باب مفتوح علينا. إحنا بنقول إحنا بنقول مصر يعني دائما في تحديات، كل مرحلة تحديات بحكم موقعها الجغرافي يعني، وبحكم اطماع العالم فيها، وبحكم اللي قالوا نابليون اهم دول في العالم. وده صحيح. التحدي اللي بتمر بيه الدول المصريه الان لا يقل عن التحدي اللي مرت به مصر في 52، لا يقل عن التحدي اللي مرت به مصر في 30 يونيو و 3 يوليو 2013، لا يقل عن التحدي اللي مصر بدات بيه حرب اكتوبر 73. مرحله مهمه جدا في تاريخ الدول المصريه. طب وهذه المرحله المهمه كنا محتاجين ان ما فيش حد يشكك في اهم استحقاق انتخابي دستوري مصري، لان منصب رئيس الجمهوريه ليه هو ليس فقط رئيس الجمهوريه، ده رئيس الدوله بسلطاته الثلاثه التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه، وقائد اعلى القوات المسلحه. وبالتالي ده منصب جليل، منصب خطير، هو راس السلطه التنفيذيه، وهو اللي بيتراس السلطات الثلاث، وبالتالي لابد ان نحاضه بكل الضمانات اللي تمنع التشكيك فيه، وخاصه المشككين جاهزين من دلوقتي. يا فندم، ده قبل ما يبداوا موضوع البوست بتاع البطايق اللي راح يجدد البطاقه لقى نفسه ميت من سنه. اسطمبه متوزعه على اللجان الاخوانيه من اول ما، حتى من قبل ما يتم فتح باب الترشح، من قبل ما يتم اعلان الجدول. اهو شكرا للزملاء جايبينه، اهو البوست قدامكم من لجان الكترونيه بنفس حتى نفس الاخطاء الاملائيه. لذلك بقى دي اهميه اللي اعلنه النهارده المستشار وليد حمزه، واللي اعلن من قبل
لما اعلنوا ان هم يعني مش هيسمحوا لحد يشكك في العمليه الانتخابيه وانه سوف يحول كل من يشكك فيها الى القضاء النيابه وقضاء لاجراء شؤونه وتبقى للدستور والقانون. تمام. احنا محتاجين يبقى عندنا عمليه انتخابيه نزيهه، عمليه انتخابيه منضبطه، عمليه انتخابيه تبقى عرس ديمقراطي وتليق بقى بمصر وتليق بالجمهوريه الجديده ان شاء الله. ده كلام جميل. برضو حابب اعرف انطباع النائبه سهى سعيد، شفت ازاي المحور الخاص بالوقوف من مسافه واحده من جميع المرشحين وفكره ان يكون قاضي على كل صندوق واشراف قضائي كامل في كل المراحل من يوم 4 اكتوبر من لما بدء الترشح او تلقي طلبات الترشح وحتى اعلان النتيجه في 16 يناير باذن الله؟ طيب، هو الحقيقه انه الانتخابات الرئاسيه هي دي الاستحقاق السياسي الاهم دايما في الدوله، وبالتالي الاهتمام بيها بيكون بياخد حجمه بياخد حيزه. السنه دي مختلف ويمكن أكتر لأنه سبقوا الحوار الوطني والقوائم الإفراج عن المحبوسين، وكان في حالة من الزخم الموجودة طول الوقت، وبنشوف طول الوقت برضو أنه يعني ما يعلن عن عدد من المرشحين حتى من تيارات مختلفة متنوعة، ده برضو يليق بحالة الزخم السياسي اللي منوط بيه الحقيقة الجمهورية الجديدة واللي بتعبر على رؤية جديدة للملف السياسي عند القيادة السياسية الحالية. خليني برضو أقول لحضرتك أنه ده بيتزامن مع مرور 50 سنة على نصر أكتوبر المجيد، فده برضو هيعمل حالة عند المواطن، حالة وطنية يمكن تزود نسب المشاركة وتخليه فعلا مهتم أنه هو ينظر للعملية السياسية نظرة مختلفة. وجود هيئة مختصة بإدارة العملية الانتخابية ده بيؤكد أنه يعني ما فيش أي نوايا عند الدولة أن هي تتلاعب بنتائج انتخابات أو يكون في أي في كل ابواب التشكيك، لانه ما فيش دوله بالمره ناويه ان هي تزور انتخابات هتكون عامله حوار وطني وهتطلع مفرج عنهم وهتسمح لهذا العدد من المرشحين، وفي نفس الوقت هتكون واقفه على مسافه واحده ويكون في هيئه قضائيه هي اللي بتتابع العمليه الانتخابيه من الالف الى الياء. فانا الحقيقه اشعر بانه الانتخابات يعني الدورة دي هتكون مختلفة تماما، هيكون فيها حالة من الثراء، هنشوف برامج انتخابية متنوعة، هيبقى عندنا قدرة على الفرز. والحقيقة دور الإعلام ودور النخب السياسية إنه هو يمكن يعلموا المواطن بقى إزاي أقدر أفرز مرشح وإزاي أعرف أفرق بين الخطاب الشعبوي. أيوة. يعني الحلول الحقيقية القابلة للتطبيق، وده دور الحراك والزخم اللي نتج عن الحوار الوطني لما تابعنا البيان. الحقيقة شفنا كمان حالة من حالات التكامل بين المؤسسات المختلفة، حالة الثناء على الهيئة الوطنية للانتخابات، وفي المقابل النهاردة برضو الهيئة الوطنية لسيادة المستشار وليد حمزة شكر الأمانة العامة للحوار الوطني على بيانها، فتحس ان في تكامل واهتمام بالملف السياسي يليق كثيرا بالجمهورية الجديدة. عظيم. طيب، لو حبينا نعرف رأي حزب التجمع واحنا في حضرة الأمين المساعد لحزب التجمع أستاذ عبد الناصر قنديل، اولا اكيد استاذ عبد الناصر وحضرتك بتستمع للمؤتمر الصحفي وفكره الترتيب في العرض، فكره عرض الضمانات، الاجراءات كلها بمحطاتها القضائيه والقانونيه، فاكيد يعني نما عند حضرتك انطباع، ارجوك تقول لنا اهو. شوف، يعني انا عايز ابدا باني انا مختلف مع من يدعي ان الهيئه الوطنيه قدمت ضمانات لاطراف، طلبت ضمانات حتى تثق في صحة العملية الانتخابية، لأن ما قدمته الهيئة الوطنية هو معايير لإجراء العملية الانتخابية يجري التأكيد عليها منذ 2014 في كافة العمليات الانتخابية فيما يتعلق بكفاءة وجودة إدارة العملية الانتخابية في الحالة المصرية. وكل ما تحدث عنه المستشار وليد حمزة هو إعادة لصياغة أكثر انضباطا لممارسات كانت تمارسها الهيئة الوطنية. يعني مش جديد بالضبط، لأن أي كلام على أن هذا جديد معناه طعن في العمليات الانتخابية السابقة. تمام. وهذا أمر غير موجود. تمام. ولم يكن موجودا في العمليات الانتخابية، وأنا بحكم طبيعة شغلي ويعني اطلاعي على العمليات الانتخابية نحن ندير واحدة من أكفأ العمليات الانتخابية على المستوى التنفيذي والإجرائي من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وده كان ملمح أول أنا حابب أأكد عليه بشكل رئيسي. الحاجة الثانية أن الهيئة الوطنية عملت سابقة في منتهى الأهمية لضمان عدم الطعن على العملية الانتخابية، وهي تحديد الجدول الزمني بنطاق يضمن
كفاءة وانضباط الممارسة وعدم تغير القواعد أثناء العملية الانتخابية. بمعنى أني نحن لدينا دستور نص بشكل واضح في المادة 210 على استمرار الإشراف القضائي بنظام القاضي لكل صندوق لمدة 10 سنوات، وبناء عليه عدل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات القانون 198 لسنة 2017 بضمان أن تستمر الإشراف القضائي لحد يوم 17 يناير 2024. وده اللي الرئيس كان استجاب فيه للحوار الوطني. بس البرلمان لم يصدر القانون ولا يمكن للقضاء أو للهيئة الوطنية أن ترهن قرارها باحتمالية أن يوافق القرار أو البرلمان أو يرفض استمرار الإشراف القضائي. فكان لازم الجدول يتم وضعه في نطاق حيز زمني يضمن استمرار القاعدة كما هي. يعني ينفعش تجري الجولة الأولى بإشراف قضائي ثم تذهب في الجولة الإعادة إلى نمط مختلف يشرف فيه الموظفين. فلازم حتى الإعلان النهائي فعشان كده كل المحطات عشان كده الجدول الزمني اللي اتحط من 25 سبتمبر إلى 16 يناير جدول يضمن الإشراف القضائي المطلق على كل تفصيلة مهما صغر حجمها فيما يتعلق بإدارة العملية الانتخابية. عشان كده الجدول الزمني 34 إجراء تستغرق 113 يوم لو رحنا لجولة الإعادة. لو انتهت الانتخابات من الجولة الأولى في 85 يوم. في الحالتين انت خاضع لنص المادة 140 من الدستور اللي بتحدد نطاق للجدول. ده مهم قوي عشان ما يتقالش لا ده احنا كده عدينا خلاص بقى الشرط القضائي الكامل هنكمل الجولة دي او الاعادة او ما شابه او حتى اعلان النتائج بدون اشراف قضائي. فبالتالي كله داخل كل حاجة لان تغير القاعدة كان قد يفتح الباب لممكنات طعن حتى لو كان الطعن غير دستوري لكن في النهاية التشكيك او تشكيك. فعشان كده انا بحيي الهيئة الوطنية لان احكام الجدول ومراجعته بيكشف النقطة دي بشكل كبير. النقطة الثالثة الكلام على فترة استخراج التوكيلات ودي كانت ايضا نقطة من النقط المهمة جدا. ازاي وانت بتحط الجدول في نطاق حيز زمني محدد انك تحط فترة لاستخراج التوكيلات. يعني البعض قبل ما ندخل على الهواء كان بدأ يتكلم على ان فترة استخراج التوكيلات هي 10 ايام او 9 ايام فقط لا غير. ده مش صحيح. استخراج التوكيلات بدأ من النهاردة 25 سبتمبر مزبوط. ينتهي يوم 13 اكتوبر عصر. قبل 24 ساعة من اغلاق باب الترشح لان التوكيلات اليوم الاخير ما تتحقش توصل للهيئة الوطنية للانتخابات. فالمدة الزمنية هي نفس المدة اللي طبقت فيها حوالي 20 يوم تقريبا 20 يوم هي هي اللي كانت موجودة في 2014 هي هي اللي كانت موجودة في 2018 هي هي اللي كانت موجودة في انتخابات 2012 لان هي اول عمل بنظام التفويض كان من هنا. فحضرتك شايف ان ال 20 يوم هي 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 ده المدة النهارده كان اول يوم وخرج التوكيلات اول توكيل كان النهارده. فبالتالي الكفاءة في الإدارة يعني من ضمن الحاجات المهمة جدا النهارده صدر 15 قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم عملية الانتخابات. ال 15 قرار بينظموا كافة التفصيلات المتعلقة بإدارة العملية لحد ما نوصل يوم 9 نوفمبر اللي هو يوم إعلان القائمة النهائية للمرشحين. في عندنا قرارين خاصين بالإعلام وقرارين خاصين بالمتابعة. صدر قرار النهاردة مثلا على سبيل المثال في عندنا 107 من المراسلين الأجانب تم اعتماد متابعتهم للعملية الانتخابية زائد 5 صحف أجنبية يضافوا لي عدد سابق موجود عندي 8 مواقع دولية و10 قنوات فضائية صدروا قبل كده مع وجود 19 صحيفة داخلية موجودة عندي. عندي المتابعة 41 منظمة مجتمع مدني مصرية 9 منظمات دولية 3 مجالس قومية. يعني عندي حالة من حالات المتابعة لكل التفصيلات بدءا من النهاردة من المجتمع المدني ومن القوى الأهلية كل الإجراءات كل لا حق المتابعة والاطلاع وإبداء الرأي والهيئة الوطنية بحكم قانونها في البند رقم 7 من المادة رقم 3 في قانون الهيئة الوطنية. الهيئة الوطنية تجلس مع هذه المنظمات لمراجعة تقاريرها والنظر في التدخلات التي يمكن إحداثها بغرض تعزيز الثقة في الانتخابات. الحالة دي كلها مع بعضها نقطة تدينا تصور عن كفاءة الإجراء وبالتالي طمأنة المواطنين ان الاستجابه لاصواتهم في صناديق الاقتراع ستكون واضحه. عظيم. وده امر عظيم. مهم جدا واحنا رايحين لواحد من الاستحقاقات متعدده المتنافسين
وده امر صح. يميز هذه الانتخابات صح. انها بعكس انتخابات 2014 و2018 اللي كان فيه ثنائيه للترشح لعدم قدره اخرين على القدره العمليه لا النهارده حتى الان يعني احنا عندنا لا بس انت عندك بشكل رئيسي متعددة. انت عندك بشكل رئيسي في مترشحين لديهم نصاب برلماني يسمح لهم بالترشح دون الحاجه الى توكيلات شعبيه وهو حزب الشعب الجمهوري وحزب الوفد وبالتالي الاثنين عنده في عندي مرشح اخر بيمثل تكتل بيعلن عن نفسه على مستوى سياسي لديه ذات العدد وبالتالي ده مرشح ثالث محتمل مع وجود رئيس الجمهوريه الذي يحق له الترشح لهذه الفتره ايضا فانا بتكلم على اربع مترشحين محتملين لديهم يقين في القدره على خوض العمليات التنافسيه وبالتالي دي نقطه كمان مطمئنه للمصريين تعدد الوجوه فيصل. امامهم قد يكون معزز لرغبه الاختيار او لتاكيد الاختيار طيب. أشكر حضرتك جدا أستاذ عبد الناصر على الملاحظات الدقيقة والفنية في مسألة الانتخابات وأعرف مدى متابعة حضرتك لكل العمليات الانتخابية على مدى السنين اللي فاتت فالحقيقة النقاط في محلها ولكن عايز مع أستاذ ناجي أقف عند الفكرة دي فكرة التعددية بقالنا كتير ما بنشوفش انتخابات بهذا الكم من التنوع هذا الكم من التعدد مع وجود هذه المحددات القضائية الصارمة المنضبطة لا يمكن الخروج عنها بأي شكل من الأشكال ده معنى ايه وبيؤشر ليه يا استاذ نجم مع كلمه السر الحوار الوطني الحوار الوطني طبعا هو كان اكبر تمهيد للعمليه الانتخابيه الانتخابات الرئاسيه الحوار الوطني حوار ده عليه الرئيس بدون خطوط حمراء او بدون اقصاء احد الا اللي حصل عليهم اجماع شعبي يعني فتح المجال على اخره يعني كان في حرص مقدسه على فتح المجال على اخره الحوار الوطني كان حوار مفتوح وبدون خطوط حمراء انا شخصيا قلت كلام كان لا يمكن يتقال الا في الحوار الوطني وكثير من المشاركين فيه فما كانش فيه خطوط حمراء بتتكلم براحتك فكان اعظم تمهيد للانتخابات الرئاسيه وعاد فتح الحوار حاله فتح الحوار على المجال العام الحوار الوطني بلا حدود حاله قرارات الافراج عن المحبوسين وادماجهم في المجتمع بعد ان شكل رئيس لجنه العفو الرئاسي واضاف لها شخصيات واضاف لها صلاحيات جديده بحيث تناقش المحبوسين احتياطيا في تهم تتعلق بالراي والنشوه والتعبير دي كانت هي زي ما قال رئيس الهيئه الوطنيه للانتخابات كانت لها دور كبير جدا في ان تظهر كل هذه الملامح امامنا الكلام اللي قاله الاخ عبد الناصر كلام صحيح الهيئه الوطنيه للانتخابات عملت مواعيد متفقه مع الدستور لان المفروض انه قبل 120 يوم انتهاء مده الرئيس ويتم اجراء الانتخابات وكانت حريصه ان هيكون ان الانتخابات تجرى كلها تحت اشراف قضائي وخاصه ان موافقه الرئيس على ما رفعه اليه الحوار الوطني من مد الاشراف القضائي الى مدة اخرى تبدا من 24 الى 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 فترات اخرى لم ترى النور بعد برغم ان الرئيس دعا للمجلسين للانعقاد ممكن يطلع القرار في غضون ايام ومع ذلك الهيئه الوطنيه للانتخابات كانت حريصه تماما ان تكون تنتهي كل عمليه الانتخابات الاولى والثانيه تحت اشراف مباشر من القضاء المصري وده قضاء الشعب المصري بيثق دائما في نزاهته وكان مطلب دائما القوى الوطنيه يعني كنت انا في لجنه التنسيق بين الاحزاب والقوى السياسيه في سنه 1980 وكان مطلبنا الدائم ده اجراء الانتخابات تحت اشراف قضائي ان يكون سجل الناخبين من خلال الرقم القومي كان مطلب هذه المطالب اللي طلبنا بيها من 40 سنه تحققت في الفترات السابقه وزاد تاكيدها على تحقيقها اليوم كان الرئيس الهيئه الوطنيه للانتخابات كان حريص ان هو يقفل الباب على كل المشككين يعني مش موضوع ضمانات موضوع ان هو تحدث عن حياد الاعلام ونشد الاعلام انه يكون محايد في هذه الانتخابات انه يبقى يدي مساحات لوحده لكل المرشحين كان حريص ان هو يعلن ان هذه الانتخابات هم نفسهم مش هينحازوا لحد يقف على مساحه واحده ده كان الناس محتاجه يسمعه وكان المشككين كان دايما بيتكلموا عنه فلما يجي بقى الهيئه المنوط بها باداره الانتخابات تعلن هي هذا الكلام بوضوح ومش المره الاولى صح. ده المره الثانيه اللي بيقررها رئيس الهيئه الوطنيه للانتخابات ده بتخلينا نطمئن تماما الانتخابات هتكون في جو من الحيده والنزاهه والشفافيه ان المواطن لو شعر بهذا يبقى فيه اساسا زخم كبير واقبال على الاداء بالصوت واحنا محتاجين نشوف المواطنين المصريين امام صناديق الاقتراع بالطابور ده هذا المنظر محتاجين نشوفه لان شوف سلاح مصر ضد اعدائها متربصين بيها
هو هذه الانتخابات واقبال المواطن عليها وانه وراء الدنيا كلها انه هو هيشارك فيها مسحوق انتخابي وانه هو قادر انه هو يقبل التحدي وقادر انه هو يعني يتحمل الاعباء مشاكل الناتجه عن الاعباء الاقتصاديه من خلال رؤيته في اهم استحقاق انتخابي دستوري في البلاد. وبالتالي احنا عندنا يعني انا كرئيس الحزب المعارض وانا اقدم رئيس حزب في مصر عايز اشوف الطوابير المترصه صح. عايز العالم كله ينقل ان المصريين مقبلين على هذه الانتخابات. عايز العالم كله ينقل ان المصريين بيعملوا انتخابات حره ونزيهه وان الرئيس اللي جاي جاي من خلال اقبال شعبي وقرار تصويتي من الشعب من اغلبيه الشعب وليس كلام معلب من قبل. محتاج اشوف الانتخابات التعديليه الرئاسيه. انا النهارده عندي على الاقل 3-4 مرشحين يعني مش محتملين عندهم النصاب هو عنده النصاب يعني حزب الوفد عنده النصاب البرلماني حزب الشعب الجمهوري عنده النصاب البرلماني التوكيلات بدات من النهارده للرئيس السيسي في 3 على كل مرشحين خلاف المرشحين الاخرى المحتملين يستطيعوا ان هم يجيبوا النصاب الشعبي من خلال 25,000 توكيل من خلال 10 محافظات مختلفه يعني انا عندي زخم انتخابي وهذا التعدديه في الانتخابات الرئاسيه تعدديه حقيقيه وليس مصنوعه وده اللي يتنقل للعالم يعني انا ملاقي النهارده الحركه المدنيه في منها 2-3 بيترشحوا هم واللي كان لهم مواقف مختلفه في المرحله اللي فاتت ده يديني ان في جديه في الترشح وجديه في انها تعاطوا مع هذا الاستحقاق الانتخابي اللي احنا حاليا يعني اصبح في بؤره الاحداث طبعا يعني هم اللي قلت الحوار الوطني كان هو اكبر تمهيد له ولكن برضه ما كانش بان الناس ان الحوارات ان الانتخابات بعد بكره خلاص ايه قريب ايه وكانه تمهيد ليها وعشنا هذه المرحله حاليا بكل صحيح. تفاصيلها واعتقد ان لو انت تابعت النهارده يعني هتلاقي المؤتمر الصحفي بقى ترند بتاع رئيس هيئه الوطنيه للانتخابات الكل كان بيتابع وعايز اعرف التوقيتات الزمنيه ايه صح. انا شخصيا يعني النهارده يوم يعني يوم بالنسبه لي يوم سعيد عظيم. كرئيس الحزب السياسي في انني اعيش لليوم اللي اقرا فيه مصر فيها انتخابات تعدديه رئاسيه حقيقيه وليس مصطنعه. طيب اللي حضرتك تفضلت بيه والاستاذ عبد الناصر يعني برضه تفضل بيه خليني اسال سياده النائبه سهى مصر والقياده السياسيه اعلنت عن الجمهوريه الجديده والحقيقه ما كانش هينفع ندخل الجمهوريه الجديده بعدد قليل او محدود من المرشحين المتنافسين ولا تكون انتخابات تنافسيه تعدديه حقيقيه او من تيار واحد او من معسكر تيار واحد او حتى طيارين مش ولا حتى طيارين. النهارده لما بنشوف اكتر من طيار واكتر من مرشح وكلهم لديهم الكفاءه ان هم يحوزوا على التوكيلات وعلى الظهير القانوني اللي مكنهم من الترشح شايفه ده ازاي كتمهيد للجمهوريه الجديده او فعلا كخير مؤشر لدخولنا جمهوريه جديده؟ الحقيقة في حالة نضج بتحصل سنة بعد سنة ودورة بعد دورة في العملية السياسية في مصر وفي مسار العملية الديمقراطية في مصر. ويمكن النهاردة كنت قريت خبر على هامش الأمور وهو بروتوكول تعاون ما بين وزارة الداخلية ووزارة التضامن من أجل دمج وتأهيل المفرج عنهم من قوائم العفو. دي لوحدها انفراجة. احنا ما عمرنا ما فكرنا انه الداخلية بتفكر بالطريقة دي او انه يعني وزارة التضامن تكون مهتمة بهذا القطاع. ده لوحده بيعكس افق جديد ونمط تفكير مختلف مبشر للجمهورية الجديدة. يتسع للجميع ومحتاجنا كلنا الحقيقة. فالجهاز التنفيذي محتاج مجموعة من الحراك في يعني آليات في البيروقراطية وفي إطار التفكير والتنفيذ وكذا. وفي نفس الوقت احنا شايفين انه الحركة السياسية اختلفت تماما بعد الحوار الوطني. الحوار الوطني الانفتاح اللي قدمه والمساحات الحقيقية اللي كان فيه رهانات كبيرة قبل الحوار الوطني على مصداقيته وعلى تنفيذه احنا بجد لاحظنا انه في قرارات طلعت من رئاسة الوزراء يعني مستمدة من موضوعات الحوار الوطني قبل انتهاء الحوار مزبوط. وكانت فعلا بتتنفذ وبيتاخد فيها إجراءات وده كان مبشر حتى وإن لم تنسب ما حتى الحوار الوطني. بس ده معناه بيعكس على أنه في صوت مسموع. احنا شفنا أنه الوجوه ما كناش شفناها من سنوات طويلة قوي ممثلة في الحوار الوطني واسمها كنا سعرابي واتكلمت في الحوار الوطني
وبعدها هو بشهر ولا اتنين قالوا لا احنا عايزين يترشح كمان لرئاسة الجمهورية. وده شيء لافت بصراحة، وده فاتح لمصطلح المجال العام، فتح المجال العام اللي كان ورا. يعني ده مبشر. هو الترشح الحقيقة يعني رغبة ترشح عدد من قيادات الحركة المدنية، او يعني مش عايزين نستبق الاحداث في جداول المرشحين، ولكن هذا مبشر طبعا. ويعني يؤكد على انه شعروا باطمئنان ما. نعم. وثقة ما. أيوة. ده دفعهم للترشح، وبالتالي ده بيخدم يعني المجتمع كله في انه يبقى فيه حالة التعددية اللي قال عليها. لو ما كانش هيرى او ما كانش ترى ان في فعلا ضمانات، ان في شفافية، ان في تغيير، ما كانش هيترشح. وحالة نضج، وحالة نضج، لانه انتخابات مثلا 2012 ما كانش فيها حالة نضج، كان فيها حالة سيولة، كان كنا خارجين من حالة كاب، الشارع كان سايل، كان في حالة سيولة في هذه الانتخابات. فاحنا في حالة نضج، دي تعددية نضجة ان صح التعبير. عظيم جدا. طيب أساتذتكم نخرج لفاصل سريع، وبعد الفاصل لسه في أسئلة محتاجين نشوف. طيب الفترات اللي جاية بخبرات حضراتكم السياسية هتمشي ازاي؟ ايه أهم المحطات اللي حضراتكم منتظرينها؟ وإن كان في عقبات ممكن تكون في الطريق نعرفها برضو من حضراتكم بعد الفاصل. أرجوكم خليكم معنا. مخبيش على حضراتكم الحديث قد إيه حلو، الحديث قد ايه ممتع، انك تكون بتسمع وبتتناقش في عملية انتخابات رئاسية مفتوحة تعددية بضمانات وبأليات قضائية واضحة للجميع من اول يوم، فده شيء رائع جدا. التفاصيل حتى اللي بسمعها من ضيوف الكرام في الاستوديو، قامات كلها قامات سياسية كبيرة جدا، وتنوع وتيار سياسي او تنوع من الطيف السياسي المصري كبير جدا. بجدد طبعا التحية والترحيب بحضراتكم مرة تانية، وهتوقف مرة تانية في جولتنا التانية مع الأستاذ عبد الناصر قنديل الأمين المساعد لحزب التجمع. أستاذ عبد الناصر، شايف إيه اللي ممكن تكون صعوبة أو شيء مثلا يعرقل أي حد يكون ناوي أنه يترشح؟ هل في حاجة عقبة كؤود أمام أي حد ناوي أنه يترشح للانتخابات؟ شوف، بعيدا عن الشروط الذاتية التسعة المنصوص عليهم في قرار الهيئة الوطنية للانتخابات والمنصوص على خمسة منهم دول معروفين في الدستور حوالين الشروط الترشح، العنصر الأهم هو نص المادة 141 من الدستور اللي بتتكلم على أن الدخول إلى دائرة الترشيح الحقيقي تتطلب إما تزكية 20 نائب من أعضاء مجلس النواب أو الحصول على تأييدات ل 25 ألف مواطن من 15 محافظة بحد أدنى 1000 توكيل من كل محافظة، ثم يستكمل العدد من المتبقى. والحقيقة إن ده التطوير رقم 3 في تاريخ التنافسيات الرئاسية عندنا في مصر عبر الانتخابات الأربعة الماضية. عشان اللي ترشح لازم يكون ليه يعني أرضية وخلفية وثقة إنه يترشح. يعني في 2005 عندما بدأت التجربة التعددية التنافسية في منصب الرئاسة، كان الدستور المادة 76 بتتكلم على أن الأحزاب القائمة لها الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية، وبالتالي كان جواب تفويض الحزب هو الذي يسمح للشخص بالترشح. مظبوط. في انتخابات 2012 تم الحديث عن إني إما أن يكون الحزب ممثل برلمانيا، ودي آلية ترشح بها 6 مرشحين، أو تفويضات من أعضاء مجلس الشعب ودي ترشح بها 2، أو بتوكيلات شعبية ودي ترشح بها 5 مرشحين. في دستور 2014 تم الحديث عن 20 تزكية برلمانية أو 25 ألف توكيل شعبي. في انتخابات 2014 المرشحين اللي خاضوا الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم ب 189 ألف توكيل لخوض الانتخابات من إجمالي 490 ألف توكيل تم استخراجهم لصالحه في هذا التوقيت، ومنافسه حمدين صباحي ترشح ب 31 ألف توكيل. لما رحنا للانتخابات 2018 الرئيس عبد الفتاح السيسي حاز على ثقة وتزكية من 549 نائب من البرلمان، زائد 161707 توكيل من إجمالي 891 ألف توكيل استخرجوا لي من إجمالي 923 ألف توكيل استخرجوا لصالح 23 مرشح. ومنافسه موسى مصطفى موسى تقدم بالعدد المنصوص عليه للتزكيات البرلمانية وهو 20 توكيل. الحالة دي بتقولك ان احنا قدام حالة من حالات التفاعل الحقيقي اللي بتخلي اي مرشح جدي
يسعى لخوض الانتخابات عنده القدرة على انه يصل الى هذه العتبة. تحت جد دي 100 خط بالظبط، لازم يكون عنده ما يثبت هذه الجدية ان هو ليه رصيد في الشارع. ده منصب رئيس جمهورية جدا. مش هترشح على منصب رئيس جامعة عونية او رئاسة نادي يعني. الهيئة الوطنية يعني النهاردة طبعاً عملت حاجة مهمة جدا كمان، انها حددت 215 مكتب لشارع قاري يستخرج منهم التوكيلات، وحددت نقطة في منتهى الأهمية كانت نقطة مثيرة جدا. المصريين بالخارج، السفارات المصرية في الخارج وفقا للقانون القنصلي تتحول إلى مكاتب للشارع العقاري، وبالتالي من حق المواطنين المقيمين في الخارج استخراج التوكيلات. لكن هذه التوكيلات هل تحتسب على محافظات إقامتهم؟ لا، هنا بقى كانت نقطة في منتهى الأهمية، إن التوكيلات تحتسب على المجموع العام طالما استخرجت من القنصليات. بمعنى ويبقى لل 15 محافظة على المجموع العام. هو بالظبط على المجموع العام التوكيلات ال 15 في 1000 دول الأساسي هنا زائد العدد المتبقي يجي من الخارج. فتوكيلات المصريين بالخارج حسمت المسألة دي، ودي كانت نقطة فنية مهمة جدا في عملية استخراج. طيب التوكيلات دي تسهيل ولا طبعا ولا بتصعب شويه؟ ده تيسير كبير جدا. فهمنا بقى حضرتك يعني استاذ انتخابات. لا ده تيسير مهم جدا، لان التوكيلات دي ربطها بمحافظات ممكن يحولها الحاله من حالات الشتات يفقد البعض فرصه. وافتكر معايا ان في 2012 31 توكيل كانوا عائق امام احد ابرز المرشحين انهم ياخدوا الانتخابات. فانا لما اقول لا ده في المجموع العام انا بخلي المرشحين يركزوا في الداخل بمندوبيهم ومعاونيهم على السعي لاستكمال التوكيلات، لانه كمان دي نقطه كانت مهمه في انتخابات 2018. الشهر العقاري يخطر الهيئه الوطنيه للانتخابات يوميا بعدد التوكيلات واصحابها، وبالتالي يمكن للمرشح المحتمل ان يعلم عن طريق الهيئه الوطنيه للانتخابات عدد توكيلاته في كل محافظه والعدد المتبقى. التوكيل لو وقت ما همضي على التوكيل في الشهر العقاري هيسمع في الهيئه الوطنيه والمرشح. وهنا بقى افكرك يعني هنا بقى الاجتماع المؤتمر الصحفي اللي عقده المستشار احمد بن داري من كام يوم والبروتوكول اللي وقعته الهيئه الوطنيه للانتخابات مع البريد المصري مع الشهر العقاري لنقل التوكيلات كخطوه للتسريع. فانت قدام اليه مهمه جدا، ما فيش مرشح في ظل هذه القواعد المنضبطه والمحدده والتي تراقب عبر الاعلام وعبر الفضائيات زي ما احنا قاعدين دلوقتي وعبر منظمات المجتمع المدني، المرشح الذي لديه الجدية، لديه الوجود الحقيقي في الشارع، لديه الخطاب القادر على إقناع المواطنين. استخراج انت بتتكلم النهاردة واحنا بنتكلم على ما يقرب من 63 مليون ناخب مصري مقيدين في الجداول الانتخابية، وانا بتكلم على 20,000 توكيل، يعني بتكلم على 0.01 من 10,000 اللي هيحوز ثقة اكتر من 60 مليون مواطن اليوم حق التصويت مش عارف يجيب 25,000 توكيل. وعايز اقول لك مستحيل. ان الانتخابات الرئاسية المصرية هي الانتخابات التي تشهد الاقبال الاعلى في التصويت في الانتخابات العامة المصرية، يعني من بين 11 عملية انتخابية اجريت خلال من 2011 لحد النهاردة، الانتخابات الرئاسية لسنة 2018 هي الأعلى تصويتا في كافة العمليات الانتخابية بعد انتخابات برلمان 2012. وبالتالي المصريين عندهم الرغبة في المشاركة في النوع ده من الانتخابات لتحديد الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية. فإقناعه إنه يصوت لك أعتقد إنه أصعب بكتير من إقناعه إنه يروح يطلع لك التوكيل عشان ده معزز ليك. فبالتالي المناخ مهيأ أمام الجميع ولا عائق أمام أحد، وما فيش اي صعوبه في استخراج التوكيلات. والتوكيلات اللي استخرجت النهارده ازمنه، انا حسبت ازمنه على نماذج حاله شفت فيديوهات ليها، عام زمن استخراج التوكيل بيتراوح ما بين 7 ل 13 دقيقه في الشهر العقاري اللي احنا لما بنروح نخلص اجراء فيه احيانا بنقعد من 5 إلى 8 ساعات عشان نعمله. ففي تيسير كبير جدا لتيسير عمليات الاستخراج. ده في مطور دلوقتي شارع قرب مطور، ده مهم عشان الناس تبقى عندها والتيسير ده يخلي المواطن مطمن انه يقدر يعمل الاجراء ده طبعًا بسهوله ويسر، وده معزز مهم جدا يخلينا نوصل ليوم 14 اكتوبر واعلان قائمه المرشحين واحنا امام مناخ حقيقي منضبط وعادل وكفء للوصول للمرحله الثالثه. عظيم عظيم، اشكر سيادتك. ست نائبه سوا سعيد، شايفه ازاي كل هذه الاجراءات وازاي هتسير ان شاء الله حتى بدء عمليه الاقتراع في اول ديسمبر؟
والله هو زي ما قلت لحضرتك الزخم اللي موجود والتعدديه الموجوده هتتيح عدد اكبر من البرامج وعدد اكبر من الافكار اللي هتخلي يعني المواطن عايز يعرف اكتر كل مرشح بيفكر ازاي. واحنا دلوقتي بقى عندنا حاله نضج، يعني كل المحاولات اللي بتشكك في نزاهه الاعمال الانتخابيه او بتشكك في صدق النوايا عموما كلها المواطن قادر انه يفرز ايه اللي بيتقال بجد وايه اللي فعلا قصده برساله تخريبيه او كذا، او ان هو يعمل حاله احباط عامه او كذا. فكمان بقى في عدد من مجموعات الشبابية المسيسة مهتمة أكتر بأن هي تشتبك مع البرامج وتشرح وتوعي المواطن بإزاي تفرز برنامج وإزاي تقدر تفرز مرشح وتعرف المناسب ليك. وكمان المدارس الفكرية ليها دور في كده، أنه طبعا اليسار غير الليبرالي غير القومي غير كده، كل دي مدارس وليها علاقة أكبر بالاقتصاد. المدارس الفكرية ليها أبعاد اقتصادية ما بين الاشتراكية والرأسمالية وكذا. فكل دي حالة من حالات الزخم والتنوع اللي هنشوفها في البرامج واللي هتنعكس بدورها على نسب المشاركة. يعني عندي قناعة توقعاتك هتبقى عاملة زي نسب المشاركة، يعني هو مفيش طوابير لأنه عدد اللي جانا في رعية كبيرة فمش هتكون في طوابير بالمعنى. بغض النظر عن الطوابير بمفهوم أو شكل الطوابير، ولكن الإقبال، نسب الإقبال بصفة عامة، يعني هو عادة نسب الإقبال بتكون في المحافظات أعلى من المركزيات، ودي من الأمور الهامة جدا. بس أنا يعني أتوقع أنها تكون في نسب مشاركة كبيرة علشان حالة التعددية موجودة، يعني في سخونة، أتمنى في حالة سخونة حقيقي في الانتخابات، ودي هتحرك واهتمام الشباب يعني في الدورة دي يعني في هذا المحفل الانتخابي واضح، وأعتقد أن هيكون في عدد كبير من الشباب بتشارك. عظيم. طيب سيادة النائب ناجي الشهابي، تفضل فهم رأي حضرتك إيه بقى تتوقع الأيام اللي جاية وحتى 1 ديسمبر تصويت المصريين في الخارج، الأمور هتسير إزاي؟ لا هي تبقى معركة انتخابية ساخنة 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 والحالة الاقتصادية تنعكس عليها وعلى المزاج العام والتعددية هتجعل من الناس مهتمين بيها، وهتشهد اقبال تصويتي، والقواعد الصارمة اللي حطاها الهيئة الوطنية للانتخابات هتجعل الناس تطمن الى حياديه الاجهزه وحياديه السلطه التنفيذيه وان الانتخابات شفافه. دي كلها عوامل بتهتدي بحماس المصريين في خروجهم. وانا متصور ان انتخابات فيها مؤتمرات رئاسيه انتخابيه في طول البلاد وعرضها، واشهد واتوقع ان الراي العام سوف يكون محرك رئيسي في هذه الانتخابات. والانتخابات بدأت سخنة النهارده اليوم الأول، يعني مؤتمر صحفي عالمي لإعلان الجدول، ومع ذلك في توكيلات راحت اتعملت. صح مظبوط. وفي ناس دي بتستعد، بل أنا أعرف إن في ناس قعدت تبص نفسها يروح يعملوا توكيلات. يعني هذا الاهتمام في جدية، جدية للجميع. هو ده جدولك بقى كان بدايته القبلة الحوار يعني الوطني، هو اللي ادى الدفع لكل ده. صح. وعيشنا الأجواء دي كلها طبعا، هذه الأجواء. وبالتالي هي هتبقى انتخابات منضبطة جدا، انتخابات رئاسية لن تكون فيها مطعم، الباب اتقفل امام كل المشككين، يعني الابواب اللي كانوا بيطلوا بيها من الخارج على الداخل محاولين ان هم ينفذوا للداخل بيأثروا، قفلت يعني تماما طبعا. القرارات اللي اعلنت لدعوة منظمات مجتمع مدني وداخلية محلية ودولية لانها تتابع، يعني ورقنا مكشوف، مفيش حاجة، مفيش اسرار. صح. رئيس الهيئة بهيئته ممكن يقعد معنا مع هذه المنظمات ويشوف ايه ملاحظاتها. يعني الجو الانتخابي اعتقد يعني لا يقل عن الجو الانتخابي في الدول الاكثر عراقة في الممارسة الديمقراطية. وبالتالي ديت البعض كان بيقول لك ايه ما فيش منافسه، واصل هذا الكلام انتهى بكل هذه الضمانات وانتهى بهذه الروح التنافسيه. ده في حركه مدنيه فيهم 3 مرشحين بتنافسوا وما عرفوش يتصلوا يوصلوا للمرشح واحد فهيقول اللي هيجيب النصاب نغفر منه. في مرشحين اخرى احزابهم اعلنت مع تملك النصاب. هذا الزخم غير مسبوق في الانتخابات الرئاسيه المصريه. يعني انتخابات 2007
انا كنت واحد من الناس اللي ينطبق عليهم حركة الترشح. أيوة. وكنت تقريبا الوحيد مع حزب التجمع اللي ما ترشحناش في الانتخابات الرئاسيه 2007. لما نزل 10 رؤساء احزاب مصريه في هذه الانتخابات. الانتخابات اللي بعدها في 2012 كان فيه 5-6 مرشحين. بعد كده كان فيه 2. الانتخابات الاخيره فيه 2. المره دي لا، مش مختلف عن اللي فات. مختلفة عن اللي فات لما كان النصاب مجرد ما ليا انا رئيس حزب لي حق ترشح. مظبوط. منافس له تمثيل في البرلمان. لا، الوضع ده مختلف حاليا. لا، ده فيه جو تنافسي حقيقي وفي ناس واخدينها جد. يعني لما نقول ان الحركة المدنية اللي هي على اليسار بحكم يعني تركيبتها قالت ان هي مش هتخوض الانتخابات اذا شعرت بجديه وضمانات الانتخابات. بيبقى منهم 3 بيت نفسه. مظبوط. معناها ايه؟ ان هم شعروا بضمانه وجديه الانتخابات. وهذا الكلام صح. الحوارات اللي بقى على مدى حوالي 13 هو شهر هو اللي بناه، اوجد هذه المساحه كلها. صح. طبعا اوجدها لان الحوارات في الحوار الوطني، انا زي ما تقول ست نائبه كان في قرارات تنفيذيه، لا كان في قرارات رئيس الجمهوريه. صح. لان انا تحدثت في يوم الثلاث في احدى جهات اللجنه الاقتصاديه وطالبت منع التعاون مع صندوق النقد الدولي. قلت ما دخلتش حته اللي مخربها. يوم الخميس الرئيس رد عليا في مؤتمر وطني بتاع الشباب في الاسكندريه. أيوة. وانا مش هنتعامل معاهم طالما في تهديد الامن القومي. لا، دي كان فيه يعني مش حضرتك بس على مستوى السلطه التنفيذيه على مستوى الحكومه وعلى مستوى رئيس الجمهوريه نفسه. يعني وقال ايه كمان؟ احنا بنسمع لكل الاصوات الجاده. فده بقى ده هذا الزخم اللي كان اكبر تمهيد لهذا الاستحقاق الانتخابي الاعظم في تاريخ الحياه المصريه. استحقاق دستوري بان اكتر من سنه وقبل منها ترتيبات اخرى بنعد لهذا اليوم. وعلشان كده يوم النهارده هو اتمام لما تم سابقا. حقيقي. من فتح المجال العام والافراج عن المحبوسين. حقيقي. وادماجهم. طبعا. واستقبال المصريين اللي كانوا قاعدين في الخارج. مظبوط. وخايفين يجوا مصر وتم استقبالهم وفتحت لهم المطار. مظبوط. الناس بتشتغل وبتطلع ودخلوا واشتغلوا وشاركوا في الحوار وحضروا الحوار وبيعلنوا نفسهم للترشح لانتخابات الرئاسه. مناخ جديد. صح. يعني تستحق مصر. صح. وتم افرازه من خلال تلك الدعوة الذكية جدا جدا للحوار الوطني اللي اطلقها الرئيس. طبعا وعلنا بدون اقصى احد اللي لولاها ما كناش هنتكلم في الموضوع دي خالص. خالص لولا الدعوة الرئاسية لاطلاق الحوار الوطني وان يكون في حوار وطني ما كناش هنبقى نتكلم في الكلام واسع وصريح على كل المستويات. حقيقي. نتيجته حاليا طبعا هو ده في بدايته عندي انتخابات رئاسية تعددية حقيقية. أكيد. من عناصر جادة لديها بعضهم لديه خطاب ومشروع في وطني في الانتخابات المؤمنه. بشكر سيادتك يا فندم. شكرا جزيلا استاذ ناجي الشهاب رئيس حزب الجيل. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا استاذ عبد الناصر قنديل امين مساعد حزب التجمع. شكرين جدا شرفتنا استاذ عبد الناصر. طبعا الشكر موصول لسيادة النائبة سواء سعيد. شكرا. عضو مجلس الشيوخ وامين سر تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا. شكرا لحضرتك واستاذكم في فاصل قصير ارجوكم خليكم معنا. ليه الستات بيشكوا في ازواجهم او بيقلبوا في موبايلاتهم؟ هي بتبقى عدم ثقه ان كان الراجل او الست، الاثنين بيبقى عندهم عدم ثقه في بعض. لكن هو لو في ثقه مش هيبقى خلاص عادي، بقى امر طبيعي، التليفون موجود او حاجه موجوده خلاص. هو في البدايه ده بيبقى عدم ثقه ما بين الطرفين، لكن هي ممكن تكون شافت منه مثلا اي تصرف ان هو 24 ساعه ماسك الموبايل اونلاين، بيدخل بيه حمام، ده سبب برده ممكن. لكن مش بيبقى قصدها ان هو مثلا قصة شك او حاجه زي كده، لا هي بس عايزه تطمن مش اكتر. الزوج ممكن يقلب في موبايل زوجته نفس الفكره بالظبط، لان هو يعني شاف ناس كتير على مدى، هي الفكره في الاول والاخر هي انعدام ثقه. هو لو قلب ده يبقى شك، بس انا طبيعي ما بحبش ان حد يقلب في موبايلي ولا انا بقلب في موبايل جوزي. يعني مبدئيا انا ما بحبش كده خالص خالص، حتى انا لو عندي شك في جوزي فكده كده ربنا هيظهر اللي هو مخبيه عني. وهو لو مش واثق في مراته من اولى ليه ان هو يعني ما يقعدش معاها، يا اما ما يتجوزهاش اساسا. والله يعني هي مش فارقه بين الراجل والست، الشك ده بيبقى جوه البني ادم يعني على ما اعتقد. يعني انا ما عنديش الحته دي خالص ولا عند الحاج كمان، طول عمرنا ما فيش شك بيننا. يعني لو من تصرفاتها، لو هو زوج شكاك، لو هو زوج ما عندوش ثقه في نفسه. انا شايف ان الزوجه مش من حقها ان تقلب في موبايل جوزها، لا ولا هو كمان يقلب في موبايله.
لازم بينهم في ثقه متبادله، طالما وصلوا ان هم اتجوزوا خلاص يبقى المفروض في ثقه بيننا. لازم الاساس اي علاقه هي بتبقى الثقه، طالما هنبقى واثقين مع بعض طالما الحياه هتمشي، لكن لو الثقه وقعت او الاحترام وقع او في اساسيات في العلاقات خلاص يبقى ما ينفعش ان هي تكمل اصلا. والله هو ده بيتوقف على الثقه ما بين الاثنين يعني، واكيد لو في بينهم رابطه حب قويه وهم متفاهمين مع بعض جدا فمش هيحصل يعني بين الاثنين هم يدوروا او يشكوا في بعض. ان حد ياخد الموبايل مثلا، زوج ياخد الموبايل بتاع الزوجه او العكس كده، يعني الطرفين ما بقاش في ثقه بينهم، فده بيخون طرف والطرف الثاني بيخون التاني، ما ينفعش. والله كلام زي الفل، ما ينفعش تأليف في التليفونات، ما ينفعش، لازم الواحد يكون عنده ثقه في نفسه وثقه في شريك حياته وما يقلبش في التليفون ويبقى فيه باسورد يعني. اسمحوا لنا نشوف او نطرح السؤال ده، هل من حق كل طرف ان خلاص ده شريك حياتي او شريكه حياته، فبالتالي مفيش حاجه اسمها سر، مفيش حاجه اسمها تليفون ليه باسورد، من حق ان انا اطلع على كل تفاصيل حياتك او يطلع على كل تفاصيل حياتها، ولا في مساحه للحريه الشخصيه، وهل التاليف في التليفون لا قدر الله ممكن يخرب بيوت ولا لا؟ اسمحوا لي ارحب بدكتور رحاب الفي، استشاري للصحه النفسيه والعلاقات الاسريه. دكتور رحاب اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ازي صحيح يا فندم؟ الحمد لله. الله يخليك. الحمد لله. وارحب بالاستاذ دكتور علي سالم، استاذ علم النفس الاجتماعي بجامعه حلوان. يا دكتور علي اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بك وكل الساده المشاهدين. الله يخليك. تسلم غيش. الله يسلمك. طيب، هو هل الزوج من حقه ان هو يطمن على زوجته ويبص في تليفونه، او هي تحب تطمن على زوجها ان هو بخير وزي الفل فتطمن وتتقلب في تليفونه؟ ما بالطمانينه يعني؟ لا لا لا، نطمن يعني ايه نطمن؟ ما احنا ان حدش بيضايقه، ما حدش بيضايقها يعني. في التقرير احنا كل الناس اجمعت على كلمه واحده، الثقه. فانا لما باجي افتش في تليفوني عشان اطمن تليفون جوزي او العكس عشان اطمن نفسي، انا كسرت الثقه اصلا يعني، انا كسرت ثقتي بنفسي وثقتي بيه. مفيش حاجه، احنا لازم نحترم فكره الخصوصيه. صح. خصوصيه لان احنا كل الناس عندها فوات مشاكل يعني. انا لو بدردش مع اختي في موضوع ما وبقول رايي اللي هو عكس راي جوزي، فهو انا بخلق اللي هو بيخلق مشكله بيني وبينه لانه بيحس ان في اختلاف، او بفاجئه ان انا مخبيه عليه حاجه مثلا مش من حقه يعرفها، لان في حاجات برضو خصوصيه مش من حق الزوج يعرف، زي تفاصيل او اسرار اهل بيت الزوج دي ما تخصوش، فبالتالي بيكتشف جزء مخفي عنه فبيكسر الثقه، فبتبدا المشاكل تتبني. فكلمه ثقه هي اساس اي علاقه ما بين اتنين، حتى لو اصدقاء في الشغل في اي حاجه، الثقه. فانا لو استخدمت اسلوب ان انا فتش في تليفون جوزي علشان اطمن، انا كسرت الثقه. طب ليه بتزعل لما تلاقي الراجل عامل باسورد للتليفون وبيغير باسورد؟ بص، خلينا برضو نبقى فير، خلينا نبقى فير شويه يعني، نخليها توازن. من حقي انه يعني اللي هو ايه، باي ديفولت يعني بالطبيعه كده، ان انا ابقى عندي اكسس على تليفون جوزي، ان انا بستعمله بمسكه واتكلم حد. مين اللي فرض ده بقى؟ لا، مين اللي فرض ده؟ بالطبيعه يعني، هي مش بالطبيعه لانه العكس تليفونها ما عندهاش رصيد يعني. العكس بيحصل، انتوا بتعملوا كده، الرجاله بتعمل كده. انا مش شايف ان ده بيحصل. لا بيحصل، ان انتوا مثلا لا يعني، هي لو حضرتك جيت خدت تليفون زوجتك اكلم صاحبي مثلا ولقيت باسورد، لا مش عايز تكلم حماك مثلا، انا هتصل انا هتصل بيه يعني. لا بس هي مش هجيب رقم السوبر ماركت من تليفوني. طب هقول لك حاجه ثانيه يعني. اول ما تحس ان في حاجه مقفوله قدامك، مش بتحس ان انت عايز تعرف في ايه وراها؟ لا الباسورد اي دي لا. لا 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 يا دكتور علي، لا 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 مش عندنا الديفولت ده بالمناسبه. ما نزلش السوفت وير بتاعكم مش كده يا دكتور؟ يعني انتوا ما عندكوش فكره الفضول انك تعرفوا ايه اللي ورا الباسورد في اي حاجه؟ هو الفضول بيجي لما بيبقى فيه مؤشرات او علامات بتخلي الفار يلعب في عبي يعني، عارف اللي هو الراجل كده، الراجل بيبقى منفض عاده دايما، بس احيانا بتحصل الشخص نفسه ممكن يكون الراجل او الست بيعمل بعض التصرفات اللي بتخلي الفار يلعب في عبك. هو فعلا زي ما قال الدكتور رحاب من شويه يعني، هو ليه عامل باسورد؟ ياخد التليفون ويطلع البلكونه. ويطلع البلكونه. في واحده قالت لو يدخل الحمام يعني، يدخل على فكره ممكن تكون تصرفات عاديه بالمناسبه يعني، عادي ممكن على فكره. في واحد بيحب يقرا الجورنال في الحمام، يفر السوشيال ميديا في الحمام. والله بتحصل. احنا وصلنا النوموفوبيا، عارف النوموفوبيا؟ احنا وصلنا ان هو الخوف من فقدان الموبايل ده، دي علامات. لا هي مش للدرجه الحقيقه، هي مش للدرجه، بس يعني انا بنصح ان كل واحد يعمل باسورد للتليفون مش العكس. ما لا بس هنا دكتور بتقول لا، ما هنا هيبقى لا انا بنصح من حق ان انا ابص على التليفون، بس ان انا ما بقاش مخبيه، ان انا ما بقاش دايما وانا في البيت التليفون مركون على جنب، ان انا ما اديش الطرف اللي قدامي العلامات اللي تخليه يقلق، فهو بالتالي هيبقى عنده فضول
او يشك، ان انا اوصل فكره انه يشك فيا، فبالتالي يبدا يدور على الباسورد زي الكود البوستات اللي بنشوفها. يعني هو يقول لها الباسورد يعني المستقبل. لو احتاجت لو قالت له افتح التليفون يقول لها الباسورد، ما يخبيش لان هي، ونفس الفكره هي كمان لان دي علاقه متبادله. ولو رفض يعني هو ده السؤال. على فكره يعني ليه هي الفضاء هنا او من حقها ان هي ترفض تقول له يعني هو لو هي رفضت هتعملوا ايه؟ لو عادي هو يحترم برضه ده على فكره. ليه عايز باسورد؟ هو الموضوع مش خناقه. ليه عايز الباسورد؟ عادي جدا، ما هو مش هيطلب ده الا لو في حاجه بتدعو الى الشك بس، وهي نفس بس الفكره بالزبط. ونرجع برضو ونلف وندور اللي هي فيه خلل في الثقه بين الاثنين. تمام. يعني انا بعمل تصرفات بتخلي الفار يلعب في عيب اللي قدامي، ده في ده مبرر، ده شك مبرر. ليه؟ في تصرفات معينه انا بعملها، بتكلم بصوت واطي، بتجيلي اتصالات غريبه، بقعد قاعده معينه عشان التليفون ما يبقاش باين انا بكلم مين، بضحك وداري الضحكه بتاعتي، عارف اللي هي الحركات اللي ممكن تخلي ايه اللي قدامي كده يبدا يبص لي كده اللي هو مش مرتاح لك. دي ماشي، ده شك مريب عادي، لكن احيانا بسبب وبدون سبب بتلاقي اللي قدامك هو اوريدي شاكك، هو حاسس انه بيرسم سيناريوهات في دماغه غريبه جدا، ده هيخرب البيت. يعني ده غريب غالبا او اكيد في علاقه رهيبه جدا ما بين الشك ومعدل الطلاق. كل ما يزيد الشك كل ما هتزيد احتماليه الطلاق، ده اكيد. هل يعني ممكن ما يكونش شخص شك عشان سلوك، انا اسف دكتور ممكن ما يكونش شك عشان سلوك سيء، لا ده هو الطرف بيبقى عايز يطلع يشوف مراته بتحكي في ايه مع اخواتها، هو ده مع اصحابها، مش عارف رايها في ايه، رايها في ايه، وممكن فعلا زي ما حضرتك قلت يكون في ليها راي، سواء في اي حد تكلم في اهله يا سيدي، اهله عملوا حاجه ضايقتها، بتشتكي من امه مثلا، بتشتكي من حاجه في البيت، فيزعل. تبقى العلاقه ماشيه حلوه جدا وتيجي عند النقطه بتاعت ان انا اكتشفت ان هي بتتكلم على امي بطريقه مش مناسباني عشان انا امي اغلى حاجه عندي، فتبني عليها حالات طلاق. او بتشتكي من ظروف في البيت، بتشتكي من بتفضفض مع كمان. هو كمان بيعمل كده على العكس طبعا الفارق ما بين الست راجل. بس انا عايز اسالك سؤال، لو ست شكت احنا استفدنا بس يعني انا والله عظيم اتفضل. لو الست دلوقتي شكت في زوجها وطلبت منه الباسورد عشان تبص على تليفونه، لا سمح الله، التصرف السليم للراجل ايه؟ انا بنصح الراجل انه ما يسيبش اي حاجه تتمسك عليه في الوقت اللي زي ده طالما هو متوقع حاجه. معلش ما احنا بنتكلم في نفس المنطق. بيقول ايه المنطق؟ بيقول ايه هو مبدا من البدايه، اذا كان انا عندي او ما عنديش حاجه تدعو الى الشك، وبالتالي انا مش هعمل باسورد اصلا، او لا هعمل باسورد عشان الخصوصيه، ما يعني التليفون احنا احيانا التليفون احيانا ممكن التليفون اسيبه في الشغل مثلا، اسيبه حد ياخد التليفون يعمل اتصال. احنا مشكلتنا واختلافنا مش الباسورد، احنا في اختلافنا في الاكسس، او ان هو الست ليها كامل الحريه انها تمسك تليفون جوزها من غير ما تفتش، هي مش محتاجه تفتش. أيوة. اللي هو ايه، طب ثانيه عشان موبايلي فصل، تمسك تليفون تفتح باسورد تعمل مكالمه. أيوة. انا بتكلم في الشكل الطبيعي بتاع علاقه اثنين. طيب. مع بعض ماشي، هو الباسورد موجود وهي عارفه الباسورد. أيوة. ولكن نفس الفكرة. مثلا ولكن هل من حقه ان هو عارف الباسورد يدخل على الشات على الماسنجر؟ لا. لا طبعا. او هي تدخل على الشات اللي ما بينه وما بين الناس وتقعد تقرا هو بيقول ايه هنا، بيتكلم مين هنا؟ هي اللي تسال لو وده مثلا حرام اصلا كمان، هو ده السؤال. يعني نفسيا بيخلق مشاكل، كان التليفون مفتوح. تمام. او في باسورد وهي عارفه الباسورد او هو عارف الباسورد، لكن هل من حق الطرف الثاني قال عشان يطمن ان يفتش في مكالماتها او هي تفتش في سجل مكالماته او رسائله؟ لا لا خالص، لا لا انت عارف خالص. حضرتك بننصح بيبني في ايه؟ بيبني عقد مشاكل نفسيه واعتماد. انا عجبتني الموضوع ده فهكمل، وبعد بقى هيبقى كده بعد كده مش هنقول ادمان، بس عندك هتبقى واحد عاده. بقى انا قفشتك، انا قفشتك بالظبط، خلاص انا كده ايه كعبي عالي عليك، فانا خلاص يعني. وبعدين الموضوع هيزيد ومش هتوقف عن العاده دي. بننصح بايه لما يعني جت لي حاله بتقول لي يا دكتور انا كنت شاكه ان جوزي بيكلم واحده هي بتحبه جدا على فكره، وعندهم اطفال ويعني ومرتبطين ببعض، يعني تعلق عاطفي، اسره يعني شبه مثاليه يعني. اثنين بيحبوا بعض وخدوا بعض عن حب وحياتهم زي الفل وعندهم مولود اول والدنيا مستقره. من كتر حبها بدات تشك في تصرفاته، والشك خلاها تدور وتدعبس. طيب عملت ايه؟ قالت لي فضلت مترصده لغايه ما دخل الحمام ومسكت التليفون. قلت لها زي الفل. قالت لي تاكدت، هو الشك اوريدي موجود، تاكدت انه بيكلم واحد. قلت لها زي الفل. وعملت ايه؟ قالت لي فضحته. قلت لها طيب وصلته لايه؟ قالت لي بدل ما كان بيدارى ويكلمها بقى يكلمها قدام. طبعا ما انت عرفتي خلاص البيت خرب. طبعا انت جاي لي ليه مع الخطا يعني انت هنا هي في مشكله وفي خلل وانت عالجتيه غلط. ده احنا بننصح دايما حتى لو الزوج او الزوجه اكتشف ان في حاجه زي كده ممكن
تؤدي الى ان الاسره دي تتهد، بنقول له كانك ما عرفتش وعالج السبب اللي انت شايف ان هو ادى للنقطه دي. يعني مثلا اضافه لكلام حضرتك ان الخلاف نفسه نتيجه الفضيحه بقت اكبر بكتير من سبب الخلاف. يعني هو لو واحد احنا حلينا مشكله بمشكله اكبر بالظبط كده. فانا بدات بدل ما احل المشكله الرئيسيه اللي بيني وبينك ايا كان ان انا بكلم حد تاني، انا بقيت مش هحل المشكله دي عشان انا عندي معاكي مشكله اكبر بكتير. ان انت فضحتيني قدام المجتمع كله. طبعا فانا مش هختلف معاكي دي. انا لا لا مفيش خلاف. هو اللي يعمل كده اللي يقول لمراته اديني او خطيبته بالمناسبه اللي دلوقتي كمان المخطوبين اديني كل باسوردات الاكونتات بتاعتك. لا لا تمام ما تكملش معاه اصلا وتدي ويبقى ليه اكسس او يدخل على كل اكونتات. هل ده مريض؟ هل ده فقد الثقه في نفسه؟ بص احنا عندنا حاجه اسمها الشخصيه المرتابه او اضطراب الشخصيه المرتابه او الشكاكه، بنقول عليها البارانويا. ودي درجات دي درجات طبعا منها كتير. بس الشخص اللي هو عنده خوف مشك في كل الناس اللي حواليه، انت اكيد بتخش اونلاين عشان تشوفي فلان الفلاني اللي انت كنت مخطوبه ليه قبل ما انا اعرفك. انت بتخشي اونلاين عشان تشوفي فلان، ده اسمه شك. دي شخصيه تبعد عنه تماما، تجري شكاكه. ده تجري والله تجري ما فيهوش نقاش. طب ده ممكن يتغير يعني. الستات كده في العشرينات في الثلاثينات صغيرين لما يوصلوا لل 55 بدل مش هيحصل معاه لما يكبر. والله خلي بالك الشخصيه دي لما مثلا لو انا مخطوبه لواحد بالشكل ده وانا حابه اشتري، يعني زي ما بقول ايه ان انا حافظ عليه، فانا بخضع لاوامره فبدي له كل الاكونتات بتاعتي عشان اشيل دماغي. انا ما عنديش حاجه اخبيها. لا ما اكتفيناش، لا في اعلى بقى. ما هو طموحه ما بتقفش عند اللي هو بيبص على الاكونتات بس، هو طموحه بياخده اعلى من كده بكتير. انه ابن خالتك ده، ابن خالتك ده، وخالتك بتكلمي كده ليه؟ هو المبدا في الشك، مش في التليفون باسورد ولا مش باسورد. المبدا في حاجه الشك معينه. طبعا الشخصيه نفسها شكاكه، يعني بتشك في كل حاجه مش في الشريك بس. والشريك الحقيقه هو اكتر حد بيتاذي، بس هو كل الناس اللي حواليه بتتاذي من الشك ده. وهو شخصيا حتى البواب، هو البواب لو ملوش صباح الخير يبقى شباب بيكرهوا حضر له مصيبه دي. لو هي قالت صباح الخير البواب يبقى هي كده في حاجه. ولا عكس احيانا مع شخصيه شكاكه. طبعا اكتر حد بيتاذي هو شريك الطرف الشكاك. طبعا اكتر منه شخصيا. طيب نتعامل بقى مع ذا. تيجي تقول لحضرتك ده بيشك في بتاع الدليفري، بيشك في مش عارف في مين، انزل اقابل حد مش عارف ايه. مثلا في النادي ولا في مكان في حد بيتعامل بلطف فازاي عاملك بالطريقه دي، او العكس، او هي ازاي بتكلمك كده ازاي طيب يتعامل معها ازاي، او هي تتعامل مع الشخصيه دي ازاي؟ طبعا دي بتبقى سمات في الشخصيه، يعني تغييرها بيبقى صعب. يعني هو شخص خلاص اوريدي شكاك، تغييره صعب لان سمات شخصيه محتاجه بقى حد يروح لحد ويقعد يتكلم ويعدل الافكار اللي عنده عشان نعدل انفعالاته وبعدين نعدل، لان دي فكره معينه مرتبطه بانفعال. انا لما بشوفها بتكلم سين او صاد او عين او بتضحك او، يبقى بيجي لي احساس ان في حاجه. الاحساس ده بيخليني اتصرف تصرفات، هي دي تركيبه السلوك بتاعنا. فكره انفعال مرتبط بانفعال، وبناء عليه بيترتب سلوك. احنا مش عايزين الفكره تتاكتف في دماغه، فبنقول لك دايما او بنقول لك دايما من البدايه، لو انا الشخص اللي قدامي شخص شكاك او حاسس ان هو هيعمل مشكله او هيفتعل مشكله، تجنب دايما الاسباب اللي بتؤدي اليها. طبعا والله انا مثلا ازاي مش هتفتح لي بتاع الدليفري، مش لا لا مش يعني هيرد على زميلته في الشغل، ما هي هيعمل ايه؟ خلينا في التليفون. يعني مثلا التليفون لو انا حاسس ان مراتي شايفه او شاكه ان انا بتكلم في التليفون او بكلم حد او في شات او شيل الباسورد يا سيدي خالص يعني. طب انا في حد بكلمه ما اكلمش في البيت، طب انا في حد هي ما بتحبش ان انا اكلمه، بنت عمي، بنت خالي، حد في الشغل معايا، يعني ما فيش غنى عن الشخص ده جزء من شغلي من طبيعه حياتي. بس بلاش اتصل في البيت. لا ازاي بس يا دكتور؟ افرض التليفون جه احنا كده هنأكد شكه. يعني انا بتجنب كل الاسباب اللي ممكن تؤدي الى الشك. مثلا اسم زميلك دي هيسميها احمد، انا كده باكده له، فانا مش محتاجه ان هو كل ما هيطلب حاجه ان انا انفذها له عشان اتجنب الشك او الخلاف بيني وبينه. لا طبعا احنا دلوقتي هم اوريدي متجوزين، فاحنا مش عايزين نصعد المشكله. انا فاهمه ده، بس الثاني هيرضى استاذ عمرو. يعني واحده مخطوبه كده. يعني واحده مخطوبه وخطيبها بيطلب منها الباسوردات، نقول لها ما تكمليش بالظبط، ده على طول لازم تتكلم معاه بمنتهى الصراحه. ده عنده مشكله في الشخصيه. عنده مشكله طيب. في طريقه هو تفكيره. هو يعني مثلا عنده عقده من سين من الناس، من زميلها في الشغل، فلما وزميلها ده وارد يتصل بيها مثلا لاي سبب، فلما يشوف اسمه او يقلب في التليفون يلاقي اسمه يبقى يوم مش فايت. هي تعمل ايه طيب؟ يعني هل ما تردش على التليفون؟ هل تسمي زميلها ده مثلا سوسن عشان لا طبعا نتجنب الكذب تماما.
تماما اللي ده بيخلق زي ما قلنا مشكله مش اكبر طبعا. بس احنا دايما بنقول على العلاقات بياكد الفكره الزوجيه طبعا. مبنيه على الصراحه. يعني ايه الصراحه؟ يعني انا بحكي للطرف الثاني انا يومي ماشي ازاي، انا احتكاكي ايه بسوسن او بالشخص ده مين هي سوسن في حياتي مين احتكاكي وحدود علاقتي بيه ايه. يعني ما ينفعش اقول له مثلا لا ده هو في مكتب تاني وهو معايا في نفس المكتب ده بيخلق مشكله. يبقى سوسن ما ينفعش تتصل في اي وقت يعني لازم في صراحه يعني. انا قصدي الصراحه اللي تخليه هو شخصيا مطمن. انا بقول له ان احنا قاعدين اربعه في المكتب منهم واحد اتنين تلاته اربعه وانا بمجال شغلي احنا بينا وبين بعض احتكاك. ما بتطمنش تيجي تقول له يا سلام يعني هي جايه تتصل بيك الساعه 10 بالليل، طب ما كانت تتصل بدري، طب ما انا ما اعرفش ده في حاجه طارئه بكره في الشغل. ما هي حاجه طارئه طبيعي ان انا بس الطرف الثاني ما بيقتنعش يقول لك لا يبقى في حاجه. ما انا لما ارد برد وهو موجود قدامي هو بيهدى لان هو شايف ان المكالمه ماشيه في التراك لان هو عنده فيدباك او عنده يعني لو لا ما انا قايله له مثلا ان احنا عندنا اجتماع طارئ في الشركه بكره فهو بيكلمني بيأكد على الكلام على الاجتماع فبيهدى. ممكن في ورق هي المشكله مش في والله هي المشكله مش في التصرفات، المشكله في العقليه نفسها، هي الدماغ من او الشخصيه من النوع الشكاك. فهو حتى لو ما فيش حاجه تستدعي الشك هيخلق هو تمام. المبررات يعني انا لو اتاخرت في الشغل يعني الطريق واقف وتاخرت انت هتروح تلاقي مستنيه كل انت المفروض بتخلص شغل الساعه كذا كنت فين الوقت ده؟ ايوه بتكلمك في تليفون وبعدين بكلمك التليفون مشغول بقالك ربع ساعه انت ممكن تكون بتتخانق مع حد مثلا. لا دي طبيعه بتاعت العلاقات الزوجيه بقالي ربع ساعه بكلمك وانت مشغول يا ترى طب ما تمسحش بقى الشات حد ما تيجي لما اشوف اخر اتصال. طبعا الحاجات دي انت محتاج حنكه في التعامل معاها. وخلي بالك يعني هو من اول الجواز ربما ما اكتشفناش الشك ده قبل الجواز، بس بدايه الحياه الزوجيه بيبقى فيه خطوات احنا بنتفق عليها احنا الاثنين. مظبوط. والله انا طبيعه شغلي 1 2 3 4 بحتك بناس، فالناس ديت هي جزء من حياتنا اللي جايه. علشان بس ما تشكيش او ما دماغك ما تروحش فيه حته تانية او اتجاه تاني. نفس القصه هي برضو تفهمه ان طبيعه تفاعلاتي او علاقاتي الاجتماعيه بتحتم عليا ان احتك بسين وصاد وعين، بس لازم تبقى عارف ان انت رقم واحد في حياتي وانت الاهم وان دول مجرد ناس ثانويين في حياتنا لا غنى عنهم. يعني انا بزيل اسباب ما بطلعوش بره الدايره يعني احيانا في الحالات اللي زي دي بنعرفه يعني انا اخد اعرفه على سوسن علشان خلاص هي ترتاح وتطمن ان سوسن دي ست متجوزه برضه وليها حياتها المستقره ومفيش اي مشكله. يعني في بعض الناس تقول لحضرتك مثلا ده انا نفسي احس ان هو بيغير عليا او هو يقول ده انا نفسي احس انها بتغير عليا. الواحد بيحس بانه مرغوب فيه بالظبط تمام. فبعض الناس بالمناسبه بتفتقد لده، نفسه ان موبايله يتقلب فيه، نفسه ان يلاقي بصمات. هو احنا لو وصلنا للنقطه دي مش هنعرف نرجع منها للاسف. يعني انا لو وصلت الشك ان مراتي تغير عليا انا مش هعرف ارجع. انت خد بقى بعد كده اللي هيحصل، انت عارف احنا كستات عندنا سيكولوجيه متطوره. بس هي غيره نوعين يعني هي غيره حميده وغيره سيئه. الغيره الحميده انا طبيعي كلنا يعني لازم تحس ان انت مرغوب من الطرف الثاني وان انت يعني ست تحب ان جوزها يبقى حمش شويه مش حمش يعني يبهدلها ويزنق عليها بس تحس بغيور عليها. هي كمان على فكره الستات فاكره ان الرجاله ما بتحبش، لا الست الراجل بيحب ان الست تحس ان هي غيرانه عليه بس بعقل عشان بعقل بالراحه يعني. من غير ما تخنقيه ومن غير ما تعملي حوار كبير قوي وقدام الناس يعني. ما ينفعش الراجل الراجل عنده مشكله الا وهي ما ينفعش ان هو يحسس الست ان هو يعني بيغير ان في شخص كده مقلق من ناحيته عشان بيربطها بثقته بنفسه او برجولته. طبعا صح كده. طب ليه ربطناها كده؟ ليه ربطناها؟ ربنا خلقها كده، خلقها ان انا عشان اغير عليها يبقى انا عندي مشكله بثقه بنفسي ولا ده حقها عليك؟ لا مش هظهر غيرتي علشان انا واثق بنفسي ان انا شايف ان هو احسن مني في حاجه يعني. بس هي كده فاهمين احنا كستات فاهمين خلاص طالما فاهمين يعني ما نقولش يعني احنا كده فاهمين ان دي غيره مش عدم ثقه. احنا فاهمين لما يتعصب وعينيه تحمر في فرق كبير قوي لما انا اغير على او اغير من. انا بغير من فلان دي مشكله نقص، لكن اغير على مراتي دي قصه ثانيه. فانا غير على مراتي انها تتبهدل مثلا او ان حد يعكسها في الشارع دي غيره رجوله. صح صح كده. لكن انا غير من فلان مش عشان فلان يعني. احلى مني ولا اشك مني لا مش دي مشكله يعني مرضيه ملزق كده بدوس تلاقي مش بلعه كده يعني مش بلعه فيبقى في كلام فتلاقي الراجل يتضايق انها تتكلم معاه فيقول لا ما بحبش انه يقول لها. حضرتك اتكلمت في حاجه سلبيه مش ايجابيه، يعني انت مش غيران من فلان عشان فلان بيلبس احلى منك. لا دي مشكله مرضيه. لكن لا هو غيران عشان راجل لزق سوري يعني في اللفظ او هو بيتكلم معاه باسلوب حنون بزياده مثلاً يعني
انت بتغير على مراتك. ايوه تفرق هو كتير قوي ان انا غير على او غير من هنا بيتحرج ان هو يقول يظهر غيرته فيبتدي يتعصب يبتدي يحط مشاكل قدامها لانه مش قادر يعبر. هل ده صح ولا غلط؟ لا غلط طبعا. المشاعر دي غلط تقولي طبعا. له كلمها لازم يكلمها لازم يقول لها انا بغير عليكي من كذا انا بحبك اكتر من اي حاجه. ده ما فيهوش مشكله عندنا يعني. احتياجات الست ان هو لازم ياكد على حبه ليها كذا مره فلازم لازم يقول لها كده ولازم يقول لها انا مش متضايق منه انا متضايق من الطريقه الفلانيه الاسلوب الفلاني عشان انا انت بالنسبه لي ماي برنسس انت البرنسيسه بتاعتي فانا مش عايز حاجه تحصل تهيني. تختار كلماتي ايه رايك؟ طيب حلو قوي ده. طب يا دكتور علي هي يعني هي بقى لما تحس بالغيره المفروض تقول له ازاي عبر ازاي؟ هما طبعا مش محتاجين يتوصف القصه ديت في طريقه التعبير اللي بتخرج احيانا عن المنطق والعقل. بالظبط. ليه؟ لانها بتندفع بعاطفه. يمكن احنا لما نغير بنغير بعقل يعني انا بغير من جوايا وبغلي من جوايا بس عقلي بيخلي بتعمل فلاتر يعني كتير يعني وبتعمل ديسبيسمنت يعني انت انا متضايق من الموقف ده بس هتلكك لك في حته ثانيه يعني مثلا. انا هرزيكي من حته ثانيه بس مش هقول ان انا غيران من فلان. تمام. الست ما بتعملش كده. الست هتديك وش على طول على طول هتتكلم كويس مش وحش. ثانيه ثانيه دكتور علي معلش وحضرتك شايف ان انت لما تعترف بانك انت بتغير ده لا حاجه لا طبعا لا طبعا بس احنا كرجاله زي ما قال استاذ عمرو فعلا احنا ما بنحبش نظهر انه احنا لا مش عادي الموضوع عادي يعني مش بغير يعني انا مسيطر ليه ده حق ده حق طبعا بس هي ثقافه المجتمع فعلا ما بتحبش الموضوع ده يعني هيفضل الخلاف قائم وياخد وجهات النظر هتفضل يعني كل واحد شايف وجهه نظره ولكن محدش يدور خالص ومنطقي ان احنا يبقى فيه باسورد على فكره طبيعي جدا لان دي خصوصيه فعلا وكل واحد ليه حياته الخاصه والشك يعني ما ينفعش يكون موجود لو احنا عايزين نبني حياتنا احسن بنا الظن ان فيك نحسنه ان القلوب بحسن الظن تنسجم. اشكر حضرتك على الختام الرائع ده. شكرا جزيلا دكتور علي سالم. شكرا جزيلا دكتور احمد. شكرا لحضرتك شرفتونا وربنا يا رب يسعد الجميع ويحفظ الجميع من كل شر. امين يا رب. تصبح على خير.